تمام تمام المرة اللي فاتت توقفنا عن اللي هو السيستم ديفلوبمنت، آخر جزئية شرحناها كانت السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، وقلنا إن هي عبارة عن أربعة أساسية. قلنا سيستم ديفلوبمنت عشان اعمل اي تطوير اي ممر، الخطوه الاولانيه كانت ايه؟ بلان. بلاننج. تمام، بلاننج معناها ان انا خلاص، يعني انا واحد لاحظت ان في مشكله عندي في السيستم، فبحاول ان انا اعرض المشكله بتاعتي دي واشوف ان انا عندي مقترح ان انا ابني نظام جديد. تمام، واقول ان انا عندي البيزنس فاليو او القيمه اللي هتزودها للسيستم بتاعي هتبقى قيمتها كذا. ده اول حاجه. وحتى ساعتها اتفقنا ان الاوتبوتس بتاعه البلاننج كان عباره عن حاجتين، اللي هم ايه بقى؟ ريكويست سيستم ريكويست. تمام، ده اللي احنا هنشرحه ان شاء الله النهارده بالتفصيل. وايه تاني؟ والفيزابيليتي. تمام، والفيزابيليتي ستادي. دول حاجتين اللي هما الاوتبوت اللي هو اللي انا هخرج منهم بالنسبه لي اللي هو البلاننج، السيستم ريكويست. تمام، والحاجه الثانيه اللي هي الفيزابيليتي ستادي. طيب الخطوه الثانيه في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل analysis. اناليسز، اللي هو ايه؟ انا هاخد بقى اللي هو بعد ما اللجنه وافقت على المقترح بتاع اللي هو الشخص دون، هنعرف مين الشخص دون له مسمى دلوقتي. تمام، وهنشوف خلاص ماشي اوكي، ايه اشتغل في المشروع. هنبدأ بقى تشتغل في المشروع ان انا احدد له المانجر، والمانجر دون هيحدد اللي هو التيم بتاع اللي هيشتغل في المشروع. تمام، ده كله في البلانينج. هنبدأ بقى ان احنا نحاول ان احنا عاوزة افهم المشكلة كويس قوي. طب افهم المشكلة كويس قوي ازاي؟ ان انا احاول اجمع البيانات، كل البيانات الممكنة ان انا افهم بيها المشكلة بتاعتي. ده الخطوة الثانية اللي هي الايه؟ الاناليسيز. مين اللي هو هيعمل النظام الجديد ده؟ ايه هو النظام الجديد دون؟ تمام، وايه النظام الجديد دون؟ امتى هيتعمل هبنيه، وايه وهيبقى مكانه فين بالظبط؟ ده الخطوه بتاعه الاناليسز. اتفقنا ايه هي الاوتبوتس بتاعه السيستم اناليس اللي هو الخطوه الثانيه اللي هي الاناليسز. الاوتبوت ولا الخطوه الثانيه؟ الاوتبوت السيستم بروبوزال. السيستم بروبوزل. اتفقنا السيستم بروبوزل ده اللي هو زي السيستم ريكويست، بس ايه بقى؟ لا، مودلز بقى، رسومات كامله عن اللي هو السيستم الجديد اللي انا عاوزه ايه ابنيه. زي مثلا عاوز ابني بيت. تمام، بعمل موديل عن اللي هو شكل البيت الجديد هيبقى شكله ازاي. ده كله بيبقى ايه بتاع دون ورقي، او ان انا ممكن استخدم برنامج بيعمل رسمه للمودلز. تمام، انما لسه فعليا ما بنتهوش فعليا على ارض الواقع. طيب الخطوه اللي بعد كده في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل ديزاين. الديزاين، ان انا بقى هبدا احدد ايه هي بقى الريكويرمنتس بتاعتي، اللي هي ايه هي الهارد ويرز بتاعتي، ايه هي السوفت ويرز بتاعتي. انا عاوزه بقى فعليا انا لما هاجي ابني النظام دون، ماشي انا قلت ان انا في عندي موديل له شكل معين للسيستم، ده فعليا بقى هعمله ازاي؟ ايه هي الهارد ويرز بتاعت اللي محتاجاها؟ ايه هي السوفت ويرز بتاعت اللي محتاجاها؟ ايه هي اللي هي النتورك انفراستراكشر، اللي هو زي ما اتكلمنا اللي هي الشبكه بتاعت الانترنت هتبقى شكلها ازاي؟ محتاجه كام كابل؟ طب طوله قد ايه؟ طب عرضه قد ايه؟ طب هيغطي لي مساحه قد ايه؟ ده اللي هو بحدده في الايه؟ في الديزاين. قلنا الاوتبوتس بتاعت الديزاين استراتيجي والاركتكتشر ديزاين والداتابيز والفايل لا سبيسيفيكيشن. ايوه هو ده.
اللي هو ده، لا اللي انت قلتهم دول يعتبروا الستيبس بتاعت الديزاين، انما الاوتبوتس بتاعت الديزاين اللي هو قلناها اللي هي السيستم سبيسيفيكيشن. السيستم سبيسيفيكيشن هو زي المودلز، بس انا بحدد فيه بقى فعليا الهاردويرز بتاعتي ايه، السوفت وير اللي هي التليكوميونيكيشن، زي ما قلت الداتابيز، وزي ما قلت اللي هو الايه الفايلز بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده بقى اللي هو الايه اخر خطوه عندنا في السيستم ديفلوبمنت. انا خلاص بقى حددت كل حاجه، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ implement امبلمنت، خلاص هبني بقى النظام فعليا على ارض الواقع. فده اللي انا ببني اللي هو النظام بتاعي، وزي ما اتفقنا ان انت بعد ما تبني النظام خلاص بنيته، الخطوه اللي بعد كده ان انت تلقي اليوزرز من الاولد للنيو، فبالتالي لازم ان انت محتاج تعمل لهم ايه تريننج عشان يتدربوا على الايه على النظام الجديد. وكمان ان انت بعد ما انت تنقل اليوزر ويستخدموا النظام الجديد دون، لازم يبقى عندك فيدباك، يعني لازم تشوف رأيهم في النظام الجديد دون، هل في مشاكل، هل الدنيا كانت ماشية صح، هل في بعض العوائق اللي بتواجههم وهم بيطبقوا النظام الجديد ده ولا لا. ده اللي هي كانت الخطوة الثالثة اللي هي ليه اللي هي السبورت بتاعتي. تمام، هنبدأ بقى النهاردة بإذن الله هنبدأ نشرح بالتفصيل بقى اللي هو زي ما قلنا في عندي سيستم ريكويست، ده اللي بإذن الله هنشرحه النهاردة بالتفصيل. زي ما قلنا ان انا عندي فيزابيليتي ستادي، هنشرح بقى بالتفصيل بقى ايه هي الفيزابيليتي ستادي، وايه الحاجات اللي هم بيدرسوها في دراسة الجدوى دي عشان يشوفوا يقولوا اه ان احنا عاوزين نعمل المشروع ده ولا لا. قبل ما ندخل فيها هنتكلم عن حاجة اسمها بيزنس بروسيس مانجمنت، اللي هي إدارة إجراءات العمل. يعني ايه إجراءات العمل؟ انت علشان اي مصلحة او اي شركة او اي مصنع، تمام، هو في الاخر عاوز يعمل ايه؟ عاوز يحقق برودكت او عاوز يوفر خدمة. تمام، طب هو الخدمة دي هتتم ازاي؟ هتتم من خلال ان انا بنفذ مجموعة اجراءات او مجموعة من الانشطة بتجتمع مع بعضها عشان تطبق عشان تحقق الخدمة. تمام، يبقى اذا انت اي حاجة، اي شركة، اي مصنع، اي مثلا سوبر ماركت، اي بتاع اي محل مثلا، الهدف منه تمام ان هو او الاوتبوتس بتاعه او الغرض منه ايه، ان هو يحقق خدمة معينة او ان هو ينتج منتج معين. طب المنتج ده هنتجه ازاي؟ من خلال مجموعة من الأنشطة، تمام؟ هشتغلها مع بعضها علشان إن أنا مثلا أحقق خدمة معينة أو أحقق غرض معين، فده بسميها الإيه؟ البيزنس بروسيس، اللي هي إجراءات العمل عشان أحقق الخدمة دي أو عشان أحقق المنتج بتاعي ده، تمام؟ هو بيقول لك هنا في الجزئية دي إن أنت لو اعتمدت على الموظفين هم خبرتهم او كده، معناها ان انت دلوقتي لو في بعض من الموظفين مثلا وقع مثلا، او ان هو مرض، او ان هو مثلا حصل عنده اي مشكلة، يبقى معناها البروسيس او العملية اللي هو كان بينفذها تمام مش هقدر ان انا احقق المنتج بتاعي. فهو بيقول لك طب ما انت ما تعتمدش على اشخاص او على الامبلويز بتاعتك فقط، امال ايه؟ طب ما انت تحقق ان يبقى في عندك مانجمنت او ادارة، تمام، لاجراءات العمل بتاعت اللي هو الايه الشركة بتاعتك. فدي بسميها ايه بقى؟ بيزنس بروسيس مانجمنت. بيزنس بروسيس مانجمنت ايه هي بقى؟ كلمة مانجمنت حتى معناها إدارة، أنا بدير، تمام؟ فعشان كده إن هو بيقول لك ايه؟ البيزنس بروسيس مانجمنت عبارة عن ميثودولوجي. ميثودولوجي دي عبارة عن طريقة أو وسيلة، تمام، بعمل فيها امبروفمنت للبيزنس بروسيس بتاعتي. يعني إيه؟ إن أنا بحدد تمام فيها إيه هي البروسيسز بتاعتي في الشركة عندي، تمام؟ طيب البروسيسز بتاعتي دي هل ممكن أحسن أي بروسيس فيهم بحيث إن أنا أحسن في المنتج بتاعي ولا لأ؟ تمام، طيب عشان انفذ البروسيس دي بتتطبق مجموعه من الستبس، طيب هل ممكن ان الستبس بتاعتي دي احسن فيها عشان احسس الخدمه بتاعتي دي ولا لا؟ فدي ده كله بيتطبق في البيزنس بروسيس مانجمنت. عشان كده بيقول لك ايه؟ البيزنس بروسيس مانجمنت هي عباره عن ميثودولوجي او طريقه من خلالها بعمل امبروفمنت للبيزنس بروسيس بتاعتي. البيزنس بروسيس زي ما اتفقنا هي عباره عن انشطه او اجراءات بنفذ بيها الايه العمل بتاعي، تمام. طيب زي هنا انا جايبه لكم حتى مثال
مطعم عادي هو بيقدم بيقدم ايه؟ ده مطعم هو يا شباب، تمام، علشان ان انت عشان الخدمة بتاعك او الاوردر بتاعك يوصل لك. انا ككاستمر نمشيها واحدة واحدة. ككاستمر هو هنا بيقول لك علشان لحد ما الاوردر ينتهي ويدفع الكاستمر بيتنفذ مجموعة من البروسيسز اهي. هو بيقول لك اول حاجة الكاستمر، تمام، بينده اللي هو الشخص عشان ان هو يطلب اوردر معين، تمام. طيب بعد كده بيروح مدخل الكاشير، بيدخل الاوردر بتاعه بالكمبيوتر، تمام. طيب الاوردر بتاعه بعد ما اللي بيحدد الاوردر بتاع الكاستمر بتاعه هيعمل ايه؟ هيبعته اللي هو للمطبخ. طيب بعد ما انا ابعته للمطبخ ايه اللي هيحصل؟ المطبخ هيشوف اللي هو الاوردر بتاعه ايه وينفذه. طيب بعد ما هو بينفذه، بعد ما المطبخ بينفذه، المفروض ان الكاشير هياخد الاوردر، هيتاكد هل اللي هو المطبخ دون نفذ الاوردر صح ولا لا. لو نفذ الاوردر صح خلاص هيعمل ايه؟ هيروح عامل الاوردر للكاستمر. طيب لو هو اللي لاحظ ان لا، ان هو الاوردر مش متناسب مع اللي هو اللي اتعمل في المطبخ، لا هيرجع ايه؟ هيرجعه تاني للايه؟ للمطبخ ويقول له لا، ان في حاجه غلط في الحاجه اللي انت عملتها وعملها صح او كده. طيب انا دلوقتي الاوردر بتاعي صح اوكي، اروح عامله ايه؟ الكاشير هياخد اللي هو الاوردر بتاعه وهيسلمه لمين؟ للكاستمر. طيب دور الكاستمر بعد كده ان هو هيدفع اللي هو ايه؟ اللي هو المبلغ بتاع اللي هو الاوردر بتاعه، تمام، وبعد كده هي ايه؟ الاوردر بتاعي كومبليت. فده معناه ايه؟ مجموعة ده كده، دي بروسيس، دي بروسيس، دي بروسيس، تمام؟ كلهم بسميهم اللي هي الايه؟ اللي هم الاجراءات العمل بتاعتي عشان اطبق، عشان احقق الايه؟ الهدف بتاع الايه؟ المطعم عندي. الهدف ايه؟ ان انا احقق خدمة كويسة للايه؟ للكاستمر. ما هو الكاستمر لو لقى الخدمة بتاعتي كويسة، تمام، هيجي لي مره واثنين وثلاثه، انما لو لقى الخدمه بتاعتي مش كويسه هو هيجي مره واحده وبعد كده مش هيكررها. وبالتالي كل ما بتحسن عندك في البروسيسز بتاعتك، تمام، كل ما كان اللي هو ايه هتحقق ايه؟ ارباح زياده. يعني ايه؟ يعني انا كل ما مثلا الكاستمر مثلا جاله الاوردر بطريقه بسرعه، تمام، وبالتالي كل ما كان هيجي لك مره واثنين وثلاثه، انما لو لاحظ ان الكاستمر الاوردر بتاعه بيتاخر كتير جدا، لا انا مش رايح المطعم دي مره ثانيه او كده. لاحظ مثلا ان في مشكله مثلا في الاكل مثلا، لا انا لا مش هاجي تاني المطعم ده. فعشان كده هو بيقول لك ايه؟ انت بتحاول ان انت تعمل على تحسين او امبروف لي اللي هي البروسيسز بتاعتك في العمل بتاعك، بحيث ان انت تحقق اعلى خدمه ايه؟ اعلى خدمه عندك او ايه؟ او احسن منتج لو انت بتنتج ايه؟ منتج معين. تمام كده يا شباب؟ فدي بسميها ايه بقى؟ بيزنس بروسيس مانجمنت، تمام، إدارة إجراءات العمل. طيب علشان أعمل اللي هي عملية إدارة إجراءات العمل، هل لها ستيبس؟ آه لها ستيبس. إيه هي الستيبس بتاعتك؟ أول ستيب عندنا إن أنا لازم أعرف إيه هي البيزنس بروسيس بتاعتي، إيه هي عشان أعمل تحسين أو إن أنا أحسن في كل بروسيس عندي، لازم أعرف إيه هي الخطوات اللي أنا بنفذ بيها كل بروسيس، تمام. طيب الحاجة اللي بعد كده، انت لاحظت مثلا ان انا لا ممكن احسن في خطوه معينه، فالخطوه اللي بعد كده ان انت ايه؟ تحاول تعمل امبروفمنت للستبس بتاعه البروسيس بحيث تحقق اعلى فاليو عندنا، تمام. طيب انت لاحظت ان في بعض الستبس وانا بنفذ البروسيس بتاعتي دي ممكن اعمل لها اليمينيشن او ممكن اخليها اوتوميشن، تمام. وبالتالي ان انا ايه؟ اشوف الستبس بتاعتي اللي انا بنفذ بيها البروسيس بتاعتي، هل الستبس دي كلها ضروريه ولا في بعض الستبس بتاخد تايم وكوست، تمام، وممكن انا اشيلها وفي نفس الوقت البروسيس بتاعتها هتتنفذ. فعشان كده الخطوه الثالثه بيقول لك ايه؟ فايند ذا ويز تو اليمينيت اور كونسوليديت الستبس ان ذا بروسيس ذات دونت اد اني فاليو. يعني هي معناها ان هي ما بتعملش اي حاجه للبروسيس، يعني انا لو قدرت ان انا اشيلها، تمام، معناه ان انا البروسيس بتاعتي برضو هتقدر ان هي تتنفذ عندي باحسن ايه؟ باحسن وسيله بالنسبه لي.
الخطوة اللي بعد كده اللي هو creating and adjusting electronic workflow to match the improved process. هو بيقول لك ايه؟ طب انت دلوقتي عملت improve للبروسيس ده كله، انت اللي عامله كمانجمنت، انت اللي عامله. طب رحت طبقوا بقى على سير العمل بالظبط، يعني على اللي هو بيتنفذ فعليا. فهو الخطوه الاخيره ان هو بيقول لك ايه، انت لو عملت تحسين او امبروف للستيبس بتاعه البروسيس، روح طبقها على الورك فلو اللي هو سير العمل الفعلي اللي بيتطبق على الايه، على ارض الواقع بتاعك. يبقى هو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت كل بروسيس تمام بيبقى باخد فيها خطوات داخل اللي هي البيزنس بروسيس مانجمنت. ايه هي الخطوات؟ اول حاجه عندي اللي هو بيشوف ايه هي الستبس الاساسيه اللي انا ممكن اطبق بيها البروسيس بتاعي، تمام، بيتعرف عليها الاول. طيب بعد كده هو بيقعد يعمل تيستينج على كل ستبس عندي، بشوف هل الستبس، كل الستبس بتاعت البروسيس، هل في بعض من الخطوات دي ممكن احسن فيها ولا لا. لو هقدر احسن فيها خلاص، لو لا بعض الخطوات مش هقدر احسن فيها تمام. فهو بيقول لك بعمل امبروفمنت لبعض الستبس، بحيث ان انت لما تعمل امبروفمنت ده هيزود القيمه او الفاليو بتاعت البروسيس، انما ما تعملش تحسينات والبروسيس زي ما هي مش هيحصل فيها اي تحسين، تبقى انت كده ضيعت في الوقت، تمام. طيب الخطوه الثالثه ان هو بيقول لك انت لما هتشوف الستبس بتاعت البروسيس، هتشوف هل في بعض الخطوات ممكن اعمل لها انيميشن، هي بس بتاخد مني وقت وتكلفه وما بتحققش اي فاليو للبروسيس ولا لا. لو انا لاحظت كده تمام، هعمل لها انيميشن او ان انا هشيلها، تمام، بحيث ان انا اوفر في الايه التكلفه بتاعتي. طيب انت عملت امبروفمنت للبروسيس، طب مش المفروض تطبقها على ارض الواقع؟ فعشان كده ان هو بيقول لك ان انت هتعمل اللي هو هتعمل ادجستمنت او ان انت هتعدل في الورك فلو اللي هو سير العمل، بحيث يتوافق مع البروسيس اللي هي حصل لها ايه امبروفمنت بالنسبه لك. تمام كده شباب؟ يعني يا دكتور البلاننج بتبدا من الخطوة اللي هي فيها الإليمينيشن والكونسوليديشن. طب علي صوتك معلش بس أسمعك. يعني البلانينج تبدأ من الخطوة اللي هي تالت خطوة اللي فيها الإليمينيشن. لا، من أول خطوة الديفايننج. أول خطوة خالص. تمام. يعني أنا يعني بص، هي البيزنس بروسيس مانجمنت دول هي زي كأنك أنت فريق، تمام، يعني انت بتعين بعض الناس ان هم يعملوا مراقبه على على الاجراءات بتاعه العمل بتاعك، تمام، كفريق، يعني مجموعه من الاشخاص، تمام، بتقول لهم انتوا دوركم مثلا ان انتوا تشوفوا اجراءات العمل دي معموله كويس ولا ممكن ان انا احسن فيه. طب هم ناس ما يعرفوش اصلا اجراءات العمل، يبقى اول خطوه هيعمل ايه؟ مش لازم يتعرف على كل بروسيس عندك بتعمل ايه، تمام. فاول خطوه عندنا لازم يشوف الستبس بتاع كل بروسيس عندي عباره عن مجموعه من الخطوات، يبقى لازم يعرف اول خطوه ايه هي الستبس بتاعه كل بروسيس عندي. طب تمام، هو لما قعد مع الموظفين قالوا له الستبس بتاعتها 1 2 3 4، تمام، هو بقى بعد كده يعمل ايه بقى؟ يشوف الستبس ديت، هل الستيب الاولانيه ممكن اعمل لها امبروفمنت ولا ما اعملش. عارف كلمه امبروفمنت يعني معناها ايه؟ ان انا مثلا مثلا على سبيل المثال، بدل ما هي مانيوال مثلا ممكن اخليها اوتوميشن مثلا، تمام، ده مثال، تمام، بدل ما بتتنفذ بطريقه مثلا معينه ممكن انفذها بطريقه ثانيه، تمام. وبالتالي هنا انت ايه القرار ان انت تقول ان انا الستيب دي هتعملها، هل هي هتدي فاليو، هتزود الفلوس ولا لا؟ ما هي فاليو دي زي ما اتفقنا قيمه، هتزود في الربح مثلا ولا هتقلل في التكلفه، تمام. طب اعملها، انما لو ما عملتش اي حاجه يبقى انت كده بتضيع وقت. طب ما خلينا نشتغل على زي ما احنا، تمام. طيب الستيب اللي بعد كده اللي هم بيعملوها، بيشوف انا دلوقتي انا عندي الستيبس بتاعت اللي هي تنفيذ البروسيس دي، طيب هل في بعض الستيبس ريدندنسي يعني مكرره؟ يعني ايه مكرره؟ يعني معناها ان انا لو شلتها مش هتاثر لي في تنفيذ البروسيس، تمام. لو هم لاحظوا كده ان في بعض البروسيس ممكن ملهاش اي تاثير في اللي هو تنفيذ البروسيس، يبقى هيشيلوه. لا، ده كل الستبس ضروريه عشان انفذ البروسيس، يبقى خلاص، تمام، خلاص كده خلي الستبس كلها اللي انا بعملها. طيب انت عملت امبروفمنت، مش لازم تطبقه على ارض الواقع، يعني لازم تطبقه على الورك فلو بتاعك.
وبالتالي هو الخطوة الأخيرة إن هو بيقول لك إيه، إن أنت لو الفريق دون قال عمل تحسين لبعض البروسيس، تمام، لبعض إجراءات العمل اللي هو بيعملها، طب روح قول لهم طبق بقى على أرض الواقع. فبالتالي إن أنت بتعمل إيه، بتعدل اللي هو الورك فلو بتاعك، تمام، بحيث يتوافق مع البروسيس اللي أنت عملت لها امبروفمنت من سباق. وبالتالي بدايتها من أول ستيب عندنا، أتعرف على كل الخطوات، تمام، بعد كده أعمل تحسين لبعض الخطوات لو هي هتدي فاليو، تمام، ألغي بعض الخطوات لو أنا ملاحظ إن هي ما بتديش أي قيمة، تمام، لو عدلت في أي بروسيس يبقى لو عملت امبروفمنت لأي بروسيس يبقى لازم أعدل في الورك وفي اللوب بتاعي، تمام يا باشمهندس. طيب حد عنده أي سؤال كده؟ طيب هنا بيقول لك بيتطرق لايه، طب ايه فايده بزنس بروسيس مانجمنت، يعني ايه الجديد اللي احنا عملناه، ما الموظفين عارفين شغلهم وعاملين، لا طبعا، انت لما يبقى في مانجمنت او اداره بتشوف اجراءات العمل وبتعمل لها عمليه تحسين، تمام، وبالتالي اول فايده عندك بيقول لك ايه، انهانسد البروسيس اجيليتي، يعني معناه ان هو ايه بيحسن في تنفيذ العمليه، انا فاهم، انا بقيت فاهم الستبس بتاعتي، تمام، وبالتالي هقول لك اهم ستبس هتنفذ بيها العمليه احسن، وبالتالي عشان كده ان هو ايه هيزود او هيسرع تنفيذ العمليه ايه بتاعتك اللي هي البروسيس اللي انا ايه عملت لها امبروفمنت. الحاجه الخطوه سوري الميزه الثانيه ان هو بيقول لك امبروفد بروسيس، يعني معناه ان انا بعمل تحسين للبروسيس الليجمنت ويز ذا اندستري بيست براكتس، يعني ايه، ان انا دلوقتي انا كل شويه، تمام، بشوف البيزنس بروسيس بتاعي، طب ما احنا ملاحظين ان انا في ممارسات صناعيه جديده بتظهر، طب ما انت طالما انت على طول كل شويه بتعمل امبروفمنت للبيزنس بروسيس، وبالتالي كل بروسيس، تمام، هتقدر ان هي تنفذ احسن ممارسات صناعيه موجوده حاليا او احسن تقنيات صناعيه موجوده حاليا، ليه؟ لانك انت كل شويه بتعمل عمليه تحسين للبيزنس بروسيس بتاعتك. طيب الخطوه الفايده اللي بعد كده بيقول لك ايه، increase the process efficiency as the costs are identified and eliminated from the process workflow. مش احنا اتفقنا ان انا ببص على الستبس بتاعه البروسيس اشوف هل في بعض الستبس هعمل لها امبروفمنت، طيب هعمل لها امبروفمنت امتى، لو عملت ايه اد فاليو، وفي بعض الستبس هعمل لها elimination هعمل لها elimination امتى، لو انا حسيت ان هي بتزود لي التكلفه وما بتديش اي فاليو للبروسيس بتاعتي. وبالتالي هو الخطوه الميزه اللي بعد كده ان هو بيقول لك لا، فهي هتزود الافشنسي بتاعه البروسيس، يعني ايه هتزود الافشنسي، يعني معناها ان هي بقى هتحدد التكاليف اللي هي الاساسيه بتاعه البروسيس وهتشيل اي تكاليف زياده من الايه من الورك فلو بتاعه او من اللي هو سير العمل الفعلي اللي انا بنفذه، تمام. يبقى اذا في ثلاث مميزات بتحققها اللي هي البيزنس بروسيس مانجمنت، اول ميزه عندنا ان هي بتزود او بتسرع عمليه تنفيذ اللي هي البروسيس بتاعتي، تمام. تاني ميزه عندي ان هي بتحسن اللي هي مقاومه العمليه مع افضل الممارسات الصناعيه اللي هي الاندستري بزنس براكتس، تمام. ثالث ميزه عندي ان هي بتزود كفاءه العمليه اللي هي الافشنسي بتاعه البروسيس من خلال ايه، ان انا بحدد التكاليف الفعليه للبروسيس وبشيل اي تكاليف زياده على الايه على الورك فلو بتاعي، تمام. يبقى اذا تاني بسرعه جدا علشان اعمل بتاع ده مانجمنت لاي بروسيس اتعرف على الستبس بتاعتها، تاني حاجه عندي احسن في بعض الستبس اللي هتدي فاليو وهشيل بعض الستبس اللي هي تكاليف زياده عندي ما بتديش اي فاليو للبروسيس، بعد كده اعمل ايه اعدل الورك فلو اللي يتوافق مع الامبروفد بروسيس اللي انا حسنتها،
تمام. ايه المميزات اللي عندي؟ اللي هي سرعة تنفيذ العملية بتاعتي، البروسيس بتاعتي. تاني حاجة عندي ان كل عملية هتتلائم او هتتوافق مع اي ممارسات صناعية جديدة بتظهر. تالت حاجة عندي ان انا هزود الكفاءة بتاعة البروسيس من خلال ان انا بحدد التكاليف الفعلية ليها وازيل اي تكاليف زيادة على تنفيذ الايه اللي هو الورك فلو بتاعي. ها، حد عنده اي سؤال حتى الان؟ طيب، هو هنا بيقول لك انت في 3 حاجات ممكن ان انت تعملها: بيزنس بروسيس اوتوميشن، بيزنس بروسيس امبروفمنت، وبيزنس بروسيس ري انجينيرنج. بيزنس بروسيس اوتوميشن، اوتوميشن معناه ايه؟ كلمة اوتوميشن معناه ايه؟ خلي حاجة آلية. بالظبط، خليها آلية بدل ما هي مانيوال يدوي، يعني هخليها آلية تتعمل بالآلة، تمام، أو تتصنع بالآلة. فهو هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك the technology component are used to complete or substitute the manual process. إن أنا هستخدم تكنولوجي، يعني أنا ممكن أحسن في البروسيس من خلال إيه؟ من خلال إن أنا أستخدم تكنولوجي بإيه؟ في لي البروسيس بتاعتي، بدل ما كانت مانيوال يدوي، لا هستخدم تكنولوجي علشان انفذ البروسيس بتاعتي. العمليه دي بسميها ايه بقى؟ بزنس بروسيس اوتوميشن، تحويل المانيوال لاوتوماتيك، تمام. طيب بزنس بروسيس امبروفمنت، امبروفمنت معناه ايه؟ احنا اتكلمنا امبروفمنت، كان دلوقتي قلنا ايه؟ تحسين. تحسين لايه؟ للستبس بتاعت البروسيس. فعشان كده بيقول لك ايه؟ انت ممكن تعمل، يعني انا لاحظت مثلا وانا في اجراءات في البيزنس بروسيس، لاحظت ان انا لو زودت بروسيس جديده هتحسن الورك فلو بتاعي. فهو بيقول لك ايه؟ كرييتنج نيو بروسيس، ممكن اعمل نيو بروسيس جديده، تمام، يعني احط بروسيس جديده هتحسنني في اللي هو سير العمل، او اعمل ريديزايننج، يعني في بعض البروسيس زي ما قلنا ان انا بشوف كل بروسيس واشوف الستبس بتاعتها، تمام، لا الستبس دي اوكي، لا الستبس دي ممكن تتحسن فيها. فبالتالي دي الخطوه دي بعمل لها ايه؟ عمليه ريديزاين، يعني اعاده تصميم، بعملها كاني بعملها من جديد، تمام. فبالتالي هو الخطوه دي بزنس بروسيس امبروفمنت، لا اما اعمل بروسيس جديده نيو، تمام، بحيث ان هي بحيث ان انا انفذ اللي هو الورك فلو بتاعي باحسن كفاءه، او ان انا احسن البروسيس الفعليه اللي موجوده عندي في الايه، في السيستم بتاعي. سامعيني يا جماعه كويس ولا في مشكله في النت؟ تمام. طيب الحاجة الثالثة، المفهوم الثالث اللي لازم نعرفه، بزنس بروسيس ري انجينيرنج. ري انجينيرنج، انا عارف ري انجينيرنج دي كأنك انت من الاول خالص، انا لاحظت ان الطريقة اللي احنا شغالين بيها كلها غلط، تمام، الأساسية غلط، وهعمل لها تحسين. فدي بسميها ايه بقى؟ بزنس بروسيس ري انجينيرنج، يعني انا مش بحسن في بعض البروسيس، لا انا هحسن في الطريقة كلها اللي احنا شغالين بيها. فدي بسميها بزنس بروسيس ري انجينيرنج. عباره عن ايه بقى؟ changing the fundamental way in which the organization operates. يعني ايه؟ يعني انا بغير في الطريقه الاساسيه اللي بتعمل بيها المنظمه بتاعتي. يبقى اذا في عندي 3 مفاهيم لازم اخد بالي منها: automation، improvement، ري انجينيرنج. automation يعني معناها ان انا بخلي البروسيس بدل ما هي مانوال اوتوماتيك، تمام، بدل ما هي يدوي آلي. بزنس بروسيس امبروفمنت معناها ان انا لا اما اضيف بعض البروسيس الجديده، او ان انا اعمل تحسين للبروسيس اللي موجوده فعليا عندي في الايه، في البيزنس بروسيس، بحيث ان انا اعمل تحسين في الورك فلو بتاعي. ري انجينيرنج، لا انا الطريقه كلها اللي انا بنفذ بيها العمليه الشغل بتاعي كله غلط. فدي معناها ان انا بعيد هيكله البيزنس بروسيس من تاني. فعشان كده بيقول لك ايه؟ ان انت بغير في الفاندمنتال واي، الطريقه الاساسيه اللي الايه، المنظمه بتشتغل بيها، تمام. ها، حد عنده اي سؤال في البيزنس بروسيس مانجمنت؟
طب تمام، نيجي بقى اللي زي ما كنا زي ما قعدت اسالكم كده، ايه الاوبس بتاعت كل ستيب عندنا في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. اتكلمنا على اول ستيب عندنا اللي هي البلاننج، وقلنا الديليفربل، او خلي بالنا عشان ممكن اجيب لك سؤال ديليفربل. ديليفربل يعني اوبس، تمام؟ او الديليفربل او الاوبس بتاعت البلاننج اللي هي اول حاجه عندنا اللي هو السيستم ريكويست. السيستم ريكويست دون لازم معناه ان انا لازم في واحد او في تيم مثلا، تمام، او في اداره لاحظت ان في مشكله عندي في السيستم، تمام، واقترحت سيستم جديد. مين دون بقى؟ اسمه ايه؟ بروجكت سبونسر. يبقى اذا البروجكت سبونسر هو عباره عن شخص او جروب، يعني اما واحد مانجر يعني او مجموعه تيم، تمام، لاحظوا ان في مشكله عندي في السيستم، تمام، وهم مهتمين بايه السيستم بتاعي. يبقى اذا ده مين اللي هو مين الشخص اللي في الاول خالص بيقول لا انا في نظام جديد انا عايز اعمله لان في مشكله معينه، اسمه ايه؟ بروجكت سبونسر، تمام. طيب بروجكت سبونسر والورك ثرو اوت ذا الاختصار اس دي ال سي ده. تمام، سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، صح، اللي هي دوره اللي هو تطوير النظام، اللي هو زي ما اتفقنا اللي هي البلاننج والاناليسيز والديزاين والامبلمنتيشن. هو بيقول لك البروجكت سبونسر ده او الشخص اللي هو لاحظ ان في مشكله، تمام، واقترح نظام جديد او فكره جديده ان هي تعمل على عمليه تحسين لي او تقدر ان هي تحل المشكله بتاعتي دون، تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشخص دون بيشتغل خلال كل مراحل السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، كل المراحل من البلاننج لحد الامبلمنتيشن. ليه؟ عشان ميك شور، عشان يتاكد ان البروجكت از موفينج ان ذا رايت دايركشن، عشان يتاكد ان المشروع بيتنفذ في الاتجاه الصح اللي هو مقترحه، تمام، فروم ذا برسبكتيف اوف ذا ديزاين، من المقترح اللي هو ايه اللي هو حاطه. بروجكت سبونسر دون سيرفيس از ذا برايمري بوينت اوف ذا كونتاكت فور ذا بروجكت تيم. مش احنا اتفقنا ان هو بعد ما انا بقترح الموضوع انا هعمل مانجر على المشروع بتاعي، كأن انا بعمل مشروع جديد، انا هعمل مانجر المشروع واللي هم البروجكت تيم بتاعي. مين نقطة الاتصال ما بين البروجكت تيم دون؟ اللي هو البروجكت سبونسر. ليه؟ لانه هو يعتبر اكتر واحد فاهم، هو اللي مقترح الموضوع وهو اللي فاهم ايه الحاجات اللي هو عاوز يعملها. فعشان كده بيقول لك البروجكت سبونسر سيرفز از ذا برايمري بوينت اوف ذا كونتاكت فور ذا بروجكت تيم. هو يعتبر النقطة الاتصال الأساسية مع الايه فريق العمل بتاع الايه المشروع بتاعي. طيب بروجكت سبونسر ده هل هو بيرسون ولا جروب ولا ايه؟ هو بيقول لك على حسب السايز بتاع البروجكت، يعني حجم المشروع اللي هو مقترح. لو كان المشروع اللي هو مقترحه دون صغير يعني سمول، وبالتالي اللي هو السبونسر دون هيعتبر ايه؟ سنجل مانجر، مدير واحد بس. لو هو لارج كبير، هتلاحظ ان السبونسر دون عباره على ايه؟ السينيور مانجمنت تيم اللي هو الاداره العليا عندنا، او ممكن يكون اللي هو السي او. حد يعرف السي او اختصار لايه؟ اعتقد انتوا خدتوها في الانفورميشن سيستم، ده اللي هو الرئيس التنفيذي دكتور. ايوه اللي هو صح كده بالعربي، صح، اللي هو التشيف اكزيكيوتيف اوفيسر، تمام، التشيف اكزيكيوتيف اوفيسر. فهو يبقى اذا تاني هنا الموضوع بيقول لك ايه؟ ان انا عندي دلوقتي الراجل اللي هو او الشخص اللي هو او التيم اللي هو بيقترح بيشوف المشكله وبيقترح مشروع جديد او سيستم جديد، هسميه ايه؟
بروجكت سبونسر. تمام، بروجكت سبونسر دوان بيشتغل خلال كل مراحل السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. ليه؟ لانه هو الراجل فاهم المشروع اللي هو مقترحه، فبالتالي هيعرف وهيتاكد ان المشروع دوان بيتنفذ بالطريقه الصح اللي هو ايه مقترحها. البروجكت سبونسر دوان هو اللي بيتصل مع كل فريق العمل، فعشان كده بيقول لك the primary point تمام of contact مع البروجكت تيم. طيب البروجكت سبونسر ده هل هو بيرسون ولا جروب؟ ده على حسب السايز بتاع البروجكت. لو هو صغير يبقى ممكن يكون البروجكت سبونسر دوان سنجل، واحد بس، سنجل مانجر بس. لو السايز بتاع المشروع اللي انا السيستم الجديد اللي انا مقترحاه كبير جدا، تمام، هتلاحظ ان هو فريق الإدارة العليا اللي هو السينيور، سينيور دول هم الناس الكبار يعني فريق الإدارة العليا، أو ممكن اللي هو زي ما قلنا اللي هو التشيف اكزيكيوتيف اوفر اللي هو المدير التنفيذي بتاع الايه بتاع الاورجانيزيشن بتاعه. تمام، بيقول لك ايه البروجكت سبونسر هاز انسايت نيدد تو ديترماين. اتفضل يا باشمهندس. هو ايه الفرق بينه وبين السيستم اناليست؟ لا السيستم اناليست ده انا لسه ما دخلتلهوش، هو انا في الاول خالص، من الاول خالص. تمام، انا في الاول خالص. مين اللي بيلاحظ ان في مشكله عندي في الاورجانيزيشن؟ مين؟ مش السيستم اناليست. السيستم اناليست ده انا اللي بقول له بقى، بدخله في المرحله الثانيه. انا يا عم عندي دلوقتي مشكله كذا كذا كذا، تمام، المشكلة دي انت حاول بقى تعمل لها اناليسز. انما المشكلة في الاول مين اللي بيقول ان في مشكلة وده السليوشن بتاعك؟ وصل الفرق ما بين الاتنين؟ لو سمحت يا دكتور، يا المادة كلها نظري؟ لا، انت هتطبق في السكشن الكيس ستادي. يعني زي الاي اس يعني. انت هتطبق؟ لا يعني احنا عندنا في الكتاب بكيس ستادي، يعني حاجات فعليه موجوده يعني. تمام، احنا اللي هنطبقها، يعني كل الستبس اللي احنا هناخدها هتروح مطبقه. حتى زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان انت في السكشن باذن الله هتقترح فكره ان انا عندي مشكله في حاجه معينه، تمام، وانت بقى اللي هتحاول تعمل او هتبني السيستم الجديد بتاعك ده من اول خطوه، من اول البلاننج لحد الامبلمنتيشن. ده اللي هيبقى مطلوب عندك في السكشن بالنسبه لك. الباشمهندسه هتشرح لك كيس ستادي موجوده عندك في الكتاب وهتقول لك تمام، وانت هتطبق الفكره بتاعتك على الجزء اللي اتشرح عندك في الايه في السكشن. باشمهندسة لاحظت الفرق ما بين الاتنين؟ هو يعني انا كسيستم اناليست، يعني انت لو انت بتعملي المشروع انت هتلاحظي ان انت اللي بتعملي كل حاجة، انما في المنظمات الكبيرة لا. في المنظمات الكبيرة انا واحد موظف عادي، لقيت في قسمي تمام في مشكلة معينة واقترحت مقترح ان المشكلة دي ممكن احلها بكذا، بسيستم جديد هيبقى كذا كذا كذا، والسيستم الجديد دون هيحقق منفعة للأورجنايزيشن بايه، ان هو هيزود مثلا في الارباح كذا او هيقلل في التكلفة كذا. ده مش السيستم اناليست. امال مين دون؟ اللي هو البروجكت سبونسر، اللي هو عارفة، اللي هو راعي المشروع. تمام. بس طيب السيستم اناليست ده دوره ايه؟ يعني بيبلان بس؟ لا انا ما قلتش السيستم اناليست في البلاننج، انا قلت السيستم اناليست في الاناليسز. ما انا مش فاهمه الفرق بينهم، يعني انا ماشي لما تخشي على السيستم اناليست ممكن ابقى افهم، بس عشان المحاضره اللي فاتت حضرتك اتكلمتي عنها فدخلوا في بعض. طيب انا دلوقتي الواحد واحد موظف عادي، تمام، لاحظ ان في مشكله في القسم بتاعه، في قسم المحاسبه مثلا، او في قسم الحسابات مثلا، او في قسم التسويق مثلا يعني، تمام، وقال ان انا عندي فكره معينه ممكن ان احنا نحل بيها المشكله اللي بتقابلنا عندنا في القسم مثلا. تمام،
ده مش سيستم اناليست. امال ده مين؟ ده واحد لاحظ فيه مشكله وحاول ان هو يحط مقترح للايه، للمشكله بتاعت ده. ده مين؟ بروجكت سبونسر. تمام. طيب المشكله دي بقى بالتفصيل هو اقترح حاجه بس، انما ازاي بقى هتتعمل او التفاصيل بتاعتها بالتفصيل، مين بقى دوره؟ ده بقى اللي هو سيستم اناليست، ان هو يقول بقى ايه، انت بتقول ان انا عندي مشكله، تمام، طيب المشكله دي هيحاول بقى يجيب كل الحدود بتاعتها، يجمع كل المعلومات الممكنه عنها، تمام، وبعد كده يحط موديل للمشروع اللي هو بيقوله، تمام. زي ايه؟ زي مثلا ما انا قلت لكم مثال، انا عندي مثلا في البنك، تمام، في موظف لاحظ ان انا ان عدد العملاء اللي بيجولي فيه كتير جدا، جايين على مبالغ صغيره جدا، ناس قعدوا بالساعه وبالساعتين وبالثلاثه، تمام، ولاحظوا ان هم ايه، لا اما مثلا يعملوا ايداع مثلا ب 3000، لا اما مثلا يسحبوا مثلا ب 3000. طب انا ليه اضيع وقتهم ده كله؟ طب ما انا ممكن اعمل مثلا سيستم جديد، تمام، جات اللي هي الفكره بتاعت الاي تي ام، اللي هي ايه بقى، هو واحد لاحظ كذا ان هو عمل، او ممكن تكون الاداره نفسها لاحظت ايه، ان انا عندي مشكله ان انا الصاله بتاعتي اصبحت مليانه عملاء كتير جدا، العملاء دول ممكن اوفر لهم الخدمه بتاعتي دي بطريقه تانية وهتبقى احسن وهتوفر لي احسن، تمام. طيب الموضوع اللي هي الاي تي ام دي بقى، الموضوع دوت اتعمل ازاي بقى بالتفصيل؟ ده بقى اللي هو دور السيستم اناليست، اللي هو ايه بقى، ان انا احاول اجمع بقى كل المعلومات الممكنه عشان اشوف كل حدود المشكله بتاعتي دي بالظبط ايه، تمام، وبعد كده بيحط مقترح ليها هو صوت واصل عند الدكتور ولا ايه؟ سامعيني يا جماعة؟ هو دلوقتي يا دكتور لان صوتك انفصل. طب سمعتوا لحد ايه اخر حاجة؟ اخر حاجة سمعتوها ايه؟ تمام. انا دلوقتي كنت، انا مش عارفه انت سمعتوا المثال اللي انا قلته ولا لا، ان انا بتكلم ان انا بقول انا مثلا كمدير لاحظت ان انا عندي عملاء كتير جدا في البنك مثلا، قاعدين وعاملين زحمه كبيره جدا في الصاله بتاعه البنك، تمام، وبعد ما هم نفذوا العمليه بتاعتهم لاحظت ان هم بيعملوا لا اما ايداع بمبالغ صغيره مثلا توصل لل 5000، او ممكن ان هم يعملوا سحب مثلا ب 5000، وقعدوا بالساعه والساعتين والثلاث، تمام، فهو حط مقترح ان انا ممكن اعمل نظام اي تي ام، تمام، بيعمل اوتوميشن للعمال الايه، للمبالغ الصغيره دي، انما المبالغ الكبيره لازم العميل يجي ايه، يكون متواجد داخل البنك. ده مقترح. مين اللي هيعمل المقترح دون؟ اللي هو البروجكت سبونسر، تمام. طيب بعد كده بقى هيجي دور بقى السيستم اناليست، انه هيقعد يعمل بقى يفصص لي بقى، طب المشكله دي جت منين، طب طريقه حلها هيبقى ازاي، طب الشكل هيبقى ازاي. فدي اللي هي المودلز اللي احنا باذن الله هنشرحها بالتفصيل شابتر 2، تمام. ده اللي هو السيستم اناليست هيبقى دوره ان انا بجمع البيانات بتاعه المشكله كلها، تمام، كل البيانات بحيث ان افهم الموضوع بالظبط ازاي هيبقى ايه، تمام، واحط موديلنج او احط تصور للنظام الجديد بتاعي هيبقى الشيء في شكل ايه بقى، مودلز اللي احنا باذن الله هنشرحها بالتفصيل في شابتر 2، تمام. فده اللي هو في الاول اللي هو راعي المشروع، اللي هو الراجل اللي هو فيه مشكله لاحظها،
تمام، وانا قلت لك المشكله بتاعتي دي وحطيت مقترح بتاع، ممكن توافقوا على المقترح ده وممكن ما توافقوش. لو وافقوا يبقى خلاص هتبدا بقى الخطوات بتاعه الاناليسز والديزاين والامبلمنتيشن. تمام يا باشمهندسه؟ تمام ماشي يا دكتور. قال لك الحاجه بعد كده اللي هو البروجكت سبونسر اللي هو راعي المشروع has the insight needed to determine the business value. زي ما قلنا ان انا بقول ان انا بقترح مشروع جديد والمشروع الجديد دوم هيحقق فاليو للبيزنس بتاعه. اتكلمنا المره اللي فاتت ان البيزنس فاليو دي معناها ان انا بتاع دوم هيزود لي يا اما في الارباح يا اما هيقلل لي في التكلفه. هو هنا بيقول لك ان اللي هيكتسبها النظام لا اما تنجبل او انتنجبل. تنجبل يعني ملموسه يعني مبالغ. هقول مثلا زي ما اقول ايه، هقول مثلا ان السيستم الجديد دون هيقلل لي مثلا التكلفه 2% او هيزود لي الارباح مثلا 10% مثلا، فبحدد نسب معينه حاجه ممكن اقدر ان انا احسبها. intangible معناها ملموسة. زي ايه مثلا؟ زي ما اقولك ان النظام ده الجديد دون هيحسن لي خدمة العملاء مثلا، او زي ما اقولك مثلا اللي هو better competitive position ان هو هيحسن لي او اللي هو هيحط لي الشركة في وضع تنافسي افضل في الايه بالنسبة للشركات التانية في نفس الايه النظام. فمعناها ان هو بيحط الحاجتين tangible يعني معناها ان انا بحط حاجات ملموسة. تمام، ان انا اقول مثلا ان السيستم الجديد دون هيقلل لي التكاليف 2% هيزود لي الارباح 3%، او ان انا اقول مثلا انتنجبل ان انا اقول مثلا ان السيستم الجديد دون هيعمل لي تحسين لخدمه العملاء مثلا، او ان هو هيحطني في وضع تنافسي افضل مع الايه مع الشركات الاخرى الايه اللي عندي. تمام. طيب انا بعد كده هو دلوقتي واحد لاحظ وحط ايه وحط تصور اللي هو السيستم الجديد دون وقال لك ان القيمه بتاعتي هتبقى كذا. تمام. طيب الحاجات دي مش لازم تتكتب، تتكتب في ايه بقى؟ سيستم ريكويست، زي طلب نظام. انا بطلب ان انا اعمل نظام جديد، فهو حتى هنا بيقول لك ايه ده سيستم ريكويست هو عباره عن دوكيومنت. تمام، مستند. تمام، بوصف فيه البيزنس ريزونز اللي هي ايه هي الاسباب بتاعه اللي هو ادت ان انا عندي ان في مشكله، يعني ان ايه هي البروبلمز او ايه هي الاسباب اللي قالت لي ان انا اعمل النظام الجديد دون. تمام، وايه هي الفاليو المتوقعه من النظام الجديد ده. احنا كنا لسه بنقول ان الشخص ده هو اللي هيقترح المشروع دون. تمام، وهيقول الفاليو ده اعملها بقى في دوكيومنت. الدوكيومنت ده اسمه ايه بقى؟ سيستم. طيب السيستم ريكويست او في الدوكيومنت اللي انت هتحطه دون في ايه هي العناصر اللي لازم تتوفر فيه؟ هو قال لك في 5 عناصر. نبص بقى كده على الجدول ده، الخمس عناصر دول لازم تتوفر في السيستم ريكويست. ايه هما؟ اول واحد اللي هو راعي المشروع البروجكت سبونسر. هقول مثلا انا فلان الفلاني او ان احنا فريق العمل كذا كذا، تمام، عندنا في مشكله معينه مثلا وبنقترح كذا. تمام. طيب بعد كده يبقى هو في الاول بروجكت سبونسر، هو بقول ان انا كذا. طيب بعد كده بحدد البيزنس نيد، يعني انا بحط في السيستم ريكويست البيزنس نيد اللي هي ايه الاسباب اللي هو خلتني ان انا محتاجه للنظام الجديد ده، ايه الريزونز بتاعتي، ايه الاسباب بتاعتي. تمام. طيب حتى هو بيقول لك ايه، على سبيل المثال increase the sales انا محتاجه ان انا ازود المبيعات، امبروف الماركت شير ان انا محتاجه ان انا ازود المشاركه التسويقيه بتاعتي مثلا، امبروف الاكسس تو ذا انفورميشن عاوز احسن اللي هو الاكسس بتاعه المعلومات بتاعتي، امبروف الكاستمر سيرفيس عاوز احسن خدمه العملاء بتاعتي. تمام. طيب ايه هي الحاجه اللي لازم تكون موجوده في السيستم ريكويست اللي هو البيزنس ريكويرمنتس؟ البيزنس ريكويرمنت يعني انت محتاج ايه تمام في السيستم الجديد بتاعك. هو حتى بيقول لك البيزنس كابابيلتيز ذات ذا سيستم ويل بروفايد. هو بيقول لك ايه ان انت في السيستم في على سبيل المثال بيقول لك ايه بروفايد ذا اونلاين اكسس تو ذا انفورميشن. هو بيقول لك كده ان انا خلال السيستم الجديد تمام هحقق اللي هو الاونلاين للانفورميشن لكل العملاء بتاعي بحيث ان هم يوصلوا للايه للمعلومات بسهوله.
قال لك ايه انكلود مثلا الاونلاين يوزر سبورت، ان انا بدل ما اليوزر مثلا يجي لي ممكن اعمل الخدمه بتاعتي اونلاين تمام، وان هو ممكن يدفع مثلا عن طريق الاونلاين مش وبعد كده او ايه او اسلم له اللي هو المنتج بتاعي او اللي هو الحاجه بتاعتي اللي انا بوفرها. طيب الحاجه اللي لازم تكون موجوده في السيستم ريكويست اللي هي البيزنس فاليو، زي ما قلنا البيزنس فاليو ده ان انت بتقول بنفيتس بتاعتك ايه او الكوستس بتاعتك هقللها بقد ايه. فهو حتى هنا بيقول لك ايه، ده انا هزود في المبيعات بتاعتي مثلا 3%، فهو قال لك 3% انكريز ان ذا سيلز، او ان انا مثلا هزود في المشاركه المجتمع التسويقيه مثلا 1% تمام، او ان هو حتى هنا بيقول لك مثلا ايه اللي هو 150,000 مثلا سيفنج فروم ذا ريموفبل اوف ذا اكزيستنج سيستم، ان انا لو ان انا هزود 100 هوفر يعني 150 مثلا 1000 لو انا عملت ان انا لغيت اللي هو النظام الجديد بتاعي ده وعملت النظام الايه اللي هو النيو اللي عندي تمام. طيب الحاجة اللي لازم بقى تكون متوفرة برضو في السيستم بتاعي دون اللي هو السوشيال ايشوز فور ذا كونسترينت، السبيشال ايشوز فور ذا اور كونسترينت، يعني في شروط معينة عشان اعمل النظام الجديد ده. زي ايه؟ زي مثلا اقول لك ايه، ان الحكومة مثلا عشان اعمل النظام الجديد دون بتديني ديدلاين ان انا لازم النظام الجديد دون يكون جاهز قبل 30 مايو تمام، او ان انا عشان اعمل النظام الجديد دون ان الموظفين هيشتغلوا في الاجازات الرسميه مثلا، او على او ممكن اقول لك مثلا عشان اعمل النظام الجديد دون تمام اقول لك مثلا ان انا محتاجه ان انا اخد تصريح امني مثلا ان انا اقدر ان انا احصل يعني ادخل على معلومات مثلا سريه او كده تمام. فده اللي هو السبيشال ايشوز او الكونسترينز بتاعك. يبقى اذا تاني في السيستم ريكويست لازم يكون متوفر فيها الخمس عناصر دول، مين راعي المشروع، مين البروجكت سبونسر بتاع المشروع الجديد اللي هو بيقترحه ده، تاني حاجه بزنس نيد ايه هي الاسباب بتاعه النظام الجديد دوت، تالت حاجه اللي هي البيزنس ريكويرمنتس اللي هي ايه اللي هو الاحتياجات بتاعه البيزنس الجديده دي هي عاوزه توفر ايه يعني، تالت رابع حاجه عندي اللي هي البيزنس فاليو ايه القيمه اللي هتوفرها النظام الجديد، هتزود في المبيعات قد ايه او هتقلل في او هتقلل مثلا في التكلفه قد ايه، هتزود في الارباح قد ايه تمام. او الاخر بتاع اخر حاجه عندي او اخر عنصر عندي لازم يكون متوفر في البروجكت سبونسر عندي اللي هو السبيشال ايشوز اللي هي القضايا الاجتماعيه يعني، او اللي هو الشروط بتاعي زي ما اقول لك مثلا ان انا الحكومه لو انا عشان اعمل النظام الجديد ده مدياني الديدلاين مدياني اخر حاجه اخر مهله عندي لحد 30 مايو، او ان انا لازم محتاجه تصريح امني عشان ادخل على معلومات مثلا سرية او كده، او ان الموظفين هيشتغلوا مثلا في العطلات الرسمية او كذا تمام. ها حد عنده اي سؤال كده في البروجكت سبونسر سوري في السيستم ريكويست؟ ها يا شباب حد عنده اي سؤال فيه مفهوم؟ طب تمام. طيب انا دلوقتي السيستم ريكويست اتعمل يعني الورقه دي او الدوكيمنت ده اتكتب واتعمل، طيب مش المفروض هيتعرض على لجنه؟ اللجنه دي بسميها ايه بقى؟ ابروفال كوميت اللي هي لجنه الموافقه، هيتعرض عليه تمام، وانا كبروجكت سبونسر هقعد اشرح لهم اللي هو موجود عندي في اللي هو في السيستم ريكويست ده، وبعد كده هم هيوافقوا عليه. لو هم وافقوا عليها يعني لو هم وافقوا على اللي هو السيستم ريكويست ده خلاص هتتنقل للخطوه اللي بعد كده، لو ما وافقوش يبقى خلاص هتوقف حتى الان. فهو بيقول لك اف سو يعني لو هم وافقوا يعني هتنقل لي اللي هو النكست ستيب اللي هي ايه بقى، ان انا اعمل الفيزابيليتي ستادي اللي هي الفيزابيليتي اناليسيس اللي هي دراسه الجدوى بتاعتي تمام. طيب يبقى اذا السيستم ريكويست هيتعرض على مين؟ ابروفال كوميت تمام، لجنة الموافقة هتوافق ولا مش هتوافق، لو وافقت خلاص هعمل الفيزابيليتي ستادي، لو ما وافقتش يبقى خلاص كأن لم يكن يعني. طيب
ايه هي بقى الفيزابيليتي اناليسيس اللي هي دراسه الجدوى؟ زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان انا بعمل دراسه الجدوى، اللي هل هقدر اللي هبني النظام ده، طب هو لازم اعمل النظام ده ولا لا، طيب النظام ده هقدر يعني لو النظام ده اتعمل يعني اتعمل واتبنى واتعمل هل اليوزر هيوافقوا عليه ولا لا، ده كله الاسئله دي هتتجاوب عليها في الفيزابيليتي اناليسيس. هو حتى بيقول لك ايه بويز ذا اورجانيزيشن ان ديتيرمايننج ويذر تو بروسيد وذ ذا بروجكت، يعني هل هستمر في المشروع ده ولا لا. ايه الحاجه بقى الثانيه اللي انا لازم تكون متوفره في الفيزابيليتي اناليسيس؟ ان انا بحدد الريسكس اللي هي المخاطر اللي ممكن تقابلني وانا بعمل مانجمنت ليه الايه للمشروع. تمام. طيب اول زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان انا عندي الفيزابيليتي اناليسيس عندي عباره عن ثلاث حاجات، تكنيكال واكونوميك وعندي اورجانيزيشن. حتى اتكلمنا تكنيكال يعني فنيا هل هقدر ابني النظام ده ولا لا، كان وي بيلد ذا سيستم ولا لا. ايكونوميك يعني معناه هو لازم اعمل النظام الجديد ده ولا لا. حتى كلمه ايكونوميك يعني اقتصادي، يعني انا ببص من منظور الاقتصادي اللي هي الارباح والتكلفه وهكذا. اورجانيزيشنال يعني معناه التنظيمي، يعني هل لما النظام ده ابنيه هل اليوزرز عندي او الامبلويز عندي هيوافقوا على النظام ده، هيوافقوا على عمليه الانتقال دي ولا لا. ده كله اللي باذن الله هنشرحه بالتفصيل في الايه في اللي هي في الفيزابيليتي اناليسيس عندي. هو بيقول لك ايه الجزئيه الاخيره، ان هو بعد ما انت بتعمل الفيزابيليتي اناليسيس بتاعتك تمام، هتقدمها للي هم للابروفال كوميتي لجنه الموافقه عندي. تمام. وتشوف هل خلاص انا لما انا اقعد اشرح لهم واقول لهم ان كذا كذا وكده واليوزر ده هيوافقوا وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهتقول كل المقترحات بتاعتك، وبعد كده هم اللي هياخدوا القرار هل ان انا استمر في تنفيذ المشروع بعد كده، هتنقل للبعد الخطوه اللي بعد كده ولا اتوقف. لو هتنقل للخطوه اللي بعد كده اللي هي عمليه الاناليسيس، لو مش هتنقل يبقى خلاص ستوب لحد ايه لحد الستيب دي لحد البلاننج يعني اول خطوه عندي. طيب ايه هي بقى التكنيكال فيزابيليتي؟ زي ما اتكلمنا قبل كده تكنيكال يعني فنيا، يعني فنيا هل النظام ده كان وي بيلد ات، هل هقدر انا هل هقدر ابنيه صحيح ولا ما اقدرش ابنيه. فهو حتى بيقول لك ايه اللي هو از ذا اكزيستنت تو ويتش ذا سيستم كان بي سكسسفولي ديزايند، يعني انا هقدر ان انا اعمل له ديزايننج وديفلوبينج وانستولينج باستخدام الاي تي جروب ولا لا. يعني لو انا بعمل تكنولوجي جديده يعني سيستم بيستخدم تكنولوجي جديد، هل هقدر ابنيه، يعني هل هقدر اعمل له ديزايننج، هل هقدر اعمل له ديفلوبمنت، وهل هقدر اعمل له انستليشن فعليا هقدر ابنيه ولا لا. ده اللي هو بيجاوب عليه التكنيكال فيزابيليتي. طيب في التكنيكال فيزابيليتي لازم توفر فيها المخاطر اللي هي هتقابلك. ايه المخاطر اللي هي هتقابلني؟ انا لو انا مثلا بعمل تكنولوجي جديده تمام، والنظام الجديد دوم بيستخدم تكنولوجي جديده غير السيستم اللي انا شغال عليه فعليا، فاول ريسك هتقابلك هل اليوزرز والاناليستس تمام فاميليار مع الابلكيشن الجديد اللي انت عاوز تطبقه ولا لا. لو انت عندك قله معرفه يبقى معناها ان انت مش هتخلي اليوزرز والاناليست بيكونوا ايه متوافقين او عاملين مع الايه الابلكيشن او التكنولوجي الجديده دي. طيب الحاجه الثانيه اللي هو فاميليار وذ تكنولوجي، يعني انت عندك معرفه او درايه كامله بالتكنولوجي الجديده اللي انت عاوزها اللي انت بتقول عاوز تحطها في السيستم الجديد ولا لا. لو انت عندك انا سمعت ان في تكنولوجيا جديده بس ما عندكش كامل المعرفه بيها يبقى في حاجه لا، وبالتالي ده مخاطر ممكن هتواجهك عندك. فهو بيقول لك ايه فاميليار وذ تكنولوجي، يعني انت عندك معرفه بالتكنولوجيا الجديده دي ولا لا. بروجكت سايز ده الريسك برضو هيقابلك، ان كل ما كان حجم المشروع كبير كل ما كانت المخاطر اللي هتقابلك كبيره، كل ما كان حجم المشروع هيبقى صغير كل ما كانت المخاطر بتبقى ايه قليله. الريسك الاخيره اللي ممكن تقابلك وانت بتعمل المشروع الجديد ده اللي هو الكومباتبيلتي اوف ذا نيو سيستم وذ ذا تكنولوجي ذات اوريدي اكزيست،
اللي هو التوافق، هل النظام الجديد ده هيكون متوافق مع النظام الحالي اللي هو شغال ولا لا. يعني انا ممكن مثلا بعمل نيو سيستم مثلا على ديبارتمنت، تمام، وبقيت المنظمه شغاله على نظام، على اللي هو النظام الحالي. طب هل النظام الجديد ده هيتوافق مع النظام الحالي اللي موجود في الاورجانيزيشن ولا لا؟ يبقى اذا في عندك اربع حاجات لازم تخلي بالك منهم، اللي هو هل اليوزرز والاناليست هيكون فاميليار مع التكنولوجي الابلكيشن الجديد اللي انت عاوز تعمله، هل انت عندك فاميليار، هل انت عندك معرفه كامله بالتكنولوجي الجديده دي ولا لا. الحاجه اللي ممكن تقابلك تاني اللي هو حجم المشروع، كل ما كان حجم المشروع كبير كل ما كانت الريسكس اللي هتقابلك كبير. رابع حاجه اللي هو الكومباتيبلتي مع الايه النيو سيستم، اللي هو التوافق النيو سيستم مع الايه السيستم الحالي اللي شغاله به الايه الاورجانيزيشن بتاعك، تمام. طيب الحاجه ده يبقى اذا تاني التكنيكال فيزابيليتي، اللي هو هل هقدر ابني النظام دون، هل هقدر اعمل له ديزايننج، هل هقدر ان انا اعمل له بيلدينج ولا لا. بيجاوب على انهي سؤال، اللي هو كان وي بيلد ذا سيستم ولا لا. قلنا المخاطر اللي ممكن لازم برضو في التكنيكال فيزابيليتي احدد الريسكس اللي ممكن تقابلني وانا بنفذ المشروع. قلنا اول ريسك عندي اللي هو اليوزرز والاناليست هيبقوا فاميليار مع الابلكيشن الجديد، هل انا عندي فاميليار مع التكنولوجيا الجديده. احدد اللي هو البروجكت سايز، المخاطر اللي ممكن تواجهني في اللي هو حجم المشروع. قلنا اللي هو لو حجم المشروع كبير هيبقى في ريسكس كبيره عندي. اللي هو الريسك الاخيره اللي ممكن تواجهني اللي هو الكومباتيبلتي مع النيو مع الاولد سيستم اللي عندي. طيب الحاجه بقى اللي هي في الفيزابيليتي اناليسز عندي لازم نعملها اللي هي الايكونوميك فيزابيليتي، زي ما اتفقنا ايكونوميك يعني بيبص من منظور اللي هو الايكونومي الاقتصادي اللي هي الفلوس بقى الكوست والبنفيت. حتى هو حتى بيقول لك ايه ان انا ممكن اسمي الايكونوميك فيزابيليتي كوست بنفيت اناليسز، تمام. طيب يبقى محدد فيها التكلفه بتاعتي ايه والبنفيتس او الفوائد بتاعتي ايه. عشان كده بيقول لك هل بيقول لك should we build the system، يعني هل يجب ان انا ابني النظام دون ولا لا. ليه؟ يعني هل النظام دون هيعمل لي بزنس فاليو ولا لا. لو هيديني بزنس فاليو يبقى معناه ان انا لازم ابنيه، لو مش هيديني يبقى خلاص مش هعمل، تمام. فده زي ما قلنا هيبص لي من منظور ايه الكوستس والبنفيتس. طيب نيجي بقى نبص هنا، هيبص بقى على الفلوس. فهو حتى بيقول لك ايه الكاش فلو، كلمه كاش فلو اللي هو التدفق المالي. يعني ايه التدفق المالي؟ يعني انا بقول لك ان انا عاوزه مثلا اعرف الفلوس بتاعتي دي، تمام، المبالغ التكاليف بتاعتي والارباح بتاعتي مثلا لما هاجي ابني النظام الجديد دون خلال اربع سنين هتبقى ايه. ده بسميه يا جماعه كاش فلو. فهو حتى بيقول لك ايه The IT organization project involve an initial investment، يعني أنا بحط الاستثمار المبدئي. يعني أنا بقول مثلا المشروع دون هيكلفني مثلا في الأول عشان أعمله 100,000 مثلا، تمام، that produce a stream of the benefits over the time. وبعد كده بحدد بقى البنفيتس بتاعتي خلال فترة معينة. over the time يعني خلال فترة معينة، ممكن سنتين ثلاثة أربعة. يعني بصوا المثال ده أهو، أنا حاليا أهو في الير زيرو، تمام، وبحدد خلال الثلاث سنين الجايين التكاليف بتاعتي قد ايه والبنفيتس بتاعتي قد ايه. ده بسميه يا شباب كاش فلو، تمام. يبقى انا بحدد الانيشال اللي هو السنه اللي انا دلوقتي الصفر، يعني نقطه الصفر بتاعتي، تمام، وبحدد خلال عدد سنين معينه، هما بيقولوا ما بين 3 ل 5. بحدد خلال 3 سنين الجايين التكاليف بتاعتي هتبقى قد ايه والارباح بتاعتي هتبقى قد ايه. ده بسميه ايه كاش فلو، اللي هو التدفق المالي بتاعي. ها تمام يا شباب. هو حتى بيقول لك ايه الكاش فلو معناها الانفلو او الاوت فلو، يعني اللي هي الفلوس اللي داخله والفلوس اللي خارجه، اللي هي الكوستس والبنفيتس بتاعتك. ار استيميتد اوفر سام فيوتشر بريد، اللي هو زي المثال دون، ان انا اهو ان انا حددت الكوستس بتاعتي التكاليف بتاعتي اللي هي الانفلو اللي هي اللي داخله التكاليف بتاعتي قد ايه،
واللي هو الفلوس اللي هوفرها او البينيفيتس بتاعتي قد ايه خلال مثلا هنا على المثال اللي قدامي خلال 3 سنين. ممكن مثال تاني يقول لك لا انا اعملها خلال الخمس سنين الجايين مثلا، تمام؟ طيب انا خلال اللي هو في الكاش فلو بحسب حاجتين، بحسب حاجه اسمها النت بينيفيتس. يعني ايه نت بينيفيتس؟ الايه؟ مجموع الفوائد او حاجه زي كده. صافي بقى. ايوه صافي. صافي يعني النت معناها الصافي. يعني ايه الصافي؟ يعني انا لما اشوف تكلفتي كلها قد ايه وارباحي كلها قد ايه اللي هو الصافي بتاعي، هل هكسب ولا اخسر يعني من الاخر يعني. فهو حتى بيقول لك النت بينيفيتس اللي هو صافي الفوائد عباره عن ايه؟ التوتال بينيفيتس ناقص التوتال كوست اللي هي التكاليف، الارباح كلها قد ايه كلها والتكاليف بتاعتي قد ايه لحد المرحله اللي انا واقفه فيها، تمام؟ لو احنا لاحظنا في year zero انا لسه ما عنديش اي ارباح، انا لسه النظام لسه ببنيه، لسه بيعمل، فبالتالي عندي تكاليف فقط ما عنديش اي benefits. فعشان كده قال لك النت benefits بتاعتي ايه؟ 100. بعد كده قال لك في year one، year one بدأ بقى الشركة النظام الجديد هيكسب، هيكسب كام؟ مثلا 45. هيخسر تكلفتي خلال السنة دي هيبقى 10، تمام؟ فراح قايل لك اللي هو الصافي اللي هو 45 ناقص ايه؟ 10 خلال السنة دي. طيب الير 2 قال لك انا هكسب في خلال السنة الثانية 50 وهخسر وتكلفتي يعني اللي هتكلفني اللي هو 12، يبقى الصافي بتاعي اللي هو فرق ما بين 50 و 12 اللي هو 38 وهكذا. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هحسب اللي هو الكوميوليتيف نت كاش فلو. كوميوليتيف نت كاش فلو معناه ايه بقى؟ معناها صافي التدفق النقدي التراكمي. كوميوليتيف يعني معناها تراكمي، صافي التدفق النقدي التراكمي. يعني ايه بقى يا دكتوره؟ انا دلوقتي في السنه الحاليه دلوقتي حاليا انا عندي اي ارباح؟ ولا انا دلوقتي لسه ببني النظام؟ يبقى انا بكلفه مش كده؟ يبقى التكاليف بتاعتي يبقى انا عندي كام؟ 100 اللي هي 100 عندي، او اللي هي 100,000 على حسب يعني، تمام؟ يبقى انا عندي 100، يبقى دي 100 ايه؟ تكلفه، تمام؟ يبقى اذا دي اشاره ايه؟ سالبه، انا كده بخسر. تمام يا شباب؟ يعني طالما بدفع فلوس يبقى معناها ايه؟ بالإشارة السالبة، يعني انا بخسر. طيب نيجي بقى للسنة اللي هي السنة الأولى. السنة الأولى بتاعتي دي كنت هكسب قد ايه؟ خمسة وتلاتين. 35، يبقى أنا غطيت من تكلفتي قد إيه؟ هعمل إيه؟ طرحت اللي أنا طرحت البنفيتس من اللي أنا دفعته؟ لأ، يعني أنا دلوقتي أنا دلوقتي أنا حاليا هتكلف 100، تمام؟ يعني أنا هدفع فلوس، جيت بعد في السنة الأولانية تمام ربحت 35، يبقى أنا غطيت قد إيه من التكاليف بتاعتي؟ هعمل إيه؟ هطرح الخمسة وتلاتين من المية مش كده؟ ما أنا دلوقتي أنا كسبت 35 تمام؟ بس أنا متكلفة كام؟ 100، يبقى أنا وفرت قد إيه؟ لسه ما رجعتش رأس المال. بالظبط صح كده، لسه ما راجعش. حلوة كلمة لسه ما راجعتش رأس المال دي، لأن الحتة دي بالزبط. هنقول لها معنى. لأن أنت مادام ما رجعتش رأس المال يبقى أنت لسه ما ربحتش كده أي حاجة. بالظبط بالظبط، يبقى أنا لسه إيه عليا فلوس كام؟ 65. جت كلمة 65 دي منين؟ اللي هي 35 ناقص اللي إيه؟ اللي هي التكلفة بتاعتك. طيب نيجي في السنة التانية. السنة التانية هوفر كام؟ 38.
38. يبقى انا حققت قدرت اغطي من راس المال اللي انا دفعته قد ايه؟ اعمل ايه؟ هجمع الاثنين واطرح من 100 او ممكن اطرح من الباقي اطرح من 65. ايوه بالظبط الخطوه اللي قبلها يعني مش انا يعني الخطوه اللي قبلها تمام يعني 38 من ال 65 تمام يبقى هنا كام 27. يبقى انا ايه لسه عليا 27000 او 27 على حسب بقى اللي هي الحاجه يعني بتحسب دولار او كده يعني تمام. طيب في السنه الثالثه هكسب كام؟ يعني النت بنفيتس بتاعتي كام بعد ما غطيت التكاليف بتاعت السنه دي هربح عندي كام السنه الثالثه؟ كان التوتال ايوه اللي هي كام يعني قدامنا في السنه الثالثه هربح قد ايه يا شباب؟ 41. 41. يبقى انا 41 اشوف انا غطيت التكلفة بتاعتي ولا لسه ما غطيتهاش. هعمل ايه؟ اطرح 41 ده ربح من 27. ايه ده؟ عملت ايه هنا بقى؟ طرحت 41 من 27 اللي هم كانوا لسه من رأس المال وطلع لل 14 ده اللي هو رأس المال. يبقى انا كده غطيت رأس المال وفي نفس الوقت ايه؟ حققت ايه؟ ربح. 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 تمام كده اللي هم كام 14. ها مفهوم التدرج ده؟ يبقى أنا عندي يعني السنة الثالثة أو قبل السنة الثالثة بالظبط يعني على طول هقدر إن أنا أغطي صف الربح في السنة الثالثة بالظبط. سوري قبل السنة الثالثة على طول يعني ما بين السنة الثانية والسنة الثالثة تمام هقدر إن أنا أغطي رأس المال اللي أنا دفعته تمام. في السنه الثالثه لا ده انا هحقق ربح بقى ده انا غطيت اللي هو الفلوس اللي انا دفعتها وكمان هكسب ايه مبلغ اللي هو ايه اللي هو 14000 او 14. ها يبقى اذا واحده واحده اول حاجه هعمل الكاش فلو. الكاش فلو دون ان انا بشوف تدفق النقدي بتاعي خلال عدد سنين معينه ممكن بيقول لك بتتراوح ما بين 3 ل 5 يا اما تقول 3 خلال 3 سنين او ان انا اقول التدفق النقد بتاعي خلال الخمس سنين الجايين تمام. بعد كده كل سنه بحدد فيها الكوسز بتاعتي وحدد فيها البينيفيتس بتاعتي تمام. بعد كده بشوف صافي الربح في كل سنه صافي الربح في كل سنه تمام. طيب بعد كده بشوف ايه بقى اللي هو صافي التدفق النقدي التراكمي بتاعي كوميوليتيف. صافي الربح عباره عن توتال بينيفيتس ناقص التوتال كوست. الكوميوليتيف ان انت بتشوف اللي هو اللي في كل سنه قد ايه غطيت من اللي هو التكلفه بتاعتك هل حققت ربح برضو ولا ما حققتش تمام. ها الجدول ده مفهوم ولا لا؟ في اي حاجة يا جماعة مش واضحة فيه؟ فهم يا دكتور. تمام مش بصوا كده لما زميلكوا قال ايه ان انا هنا غطيت ايه غطيت رأس المال بتاعي تمام. انا عاوز اعرف بالظبط بالظبط بقى انا غطيته امتى. النقطة دي بسميها ايه بقى؟ لا خلينا النقطة الحتة دي بسميها ايه بقى؟ بسميها البريك ايفن بوينت. بسميها يا شباب البريك ايفن بوينت اللي هو النقطة اللي انا اتغطيت فيها او عدد السنين عاوز اعرف فيها عدد السنين اللي الشركة قدرت تغطي فيها الاستثمار الايه اللي هو رأس المال اللي هو ايه اللي انا دفعته. فهو حتى بيقول لك ايه the number of the year it takes the firm يعني الشركة بتاخدها to recover its original investment اللي هو قدرت ان هي تغطي فيها اللي هو الايه الاستثمار بتاعي. النقطه دي يعني امتى مش احنا اتكلمنا اهو ان انا لو قدرت ان يكون الربح بتاعي قدر يغطي اللي هو التكلفه او اللي هو راس المال بتاعي يبقى معناها خلاص انا كده
الحمد لله قدرت اغطي راس المال بتاعي. طب امتى بقى الامتى دي؟ معناها اللي هي اسمها ايه بقى؟ بريك ايفن بوينت. تمام. حتى هو هنا بيقول لك ايه، بصوا كده، هو عشان يحسبها يعني بيقول لك ايه، انا عندي هنا لحد هنا كنت انا لسه ايه، لسه عليا فلوس من راس المال مش كده، اللي هم 27. طيب بعد كده عند السنة التالتة، لا انا وفرت ربح مش كده. طيب يبقى انا اجي من السنة اللي قبلها اللي انا لسه عليا فلوس، واقول لك اهو قال لك 2 نمبر اوف زير نيجاتيف كاش فلو، ان انا لسه عليا ما قدرتش اغطي راس المال بتاعي. تمام. زائد اللي هو ذات ييرز النت كاش فلو اللي انا قدرت ان انا الربح اللي انا وفرته في السنه بقى اللي بعدها اللي هي 41 ناقص الكوميوليتيف اللي هو عندنا اللي هي كانت قبلها. تمام. اللي هي 14 على اللي هو المبلغ بتاع السنه دي اللي هو ليه 41، فهيطلع لي عدد السنين بتاعتي اللي هي 2 و68، يعني خلال سنتين و68 ايه من السنه، النسبه من السنه بتاعتي. يبقى اذا البريك ايفن بوينت معناها اللي هي عدد السنين او النقطه اللي قدرت اغطي فيها الشركه، قدرت تغطي فيها ايه راس المال. تمام. اهو عدد السنين اللي لسه كان فيها اللي هو الكاش فلو لسه نيجاتيف، يعني لسه ما قدرتش اغطي فيها راس المال، 2 زائد الكاش فلو بتاعي النت كاش فلو اللي قدرت اوفر فيه السنه اللي قدرت اوفر فيها الربح، هيبقى 41 ناقص الكوميونيتيف بتاعتي خلال السنه دي كام، اهي قال لك اهي عدد السنين بتاعتي لسه هنا الكاش فلو بتاعي بزيرو بالسالب، لان لسه حتى الان ما قدرتش اغطي التكلفه بتاعتي. تمام. فهاخد ايه اللي هو عدد السنين 2 زائد اللي هو السنه بقى اللي قدرت ان انت توفر فيها الربح بتاعك. اول حاجه عندك هو بيقول لك ان انت بتاخد النت بينفيتس بتاعتها اللي هي 41 ناقص الكوميوليتيف بتاع السنه دي كام، 14 على النت بينفيتس بتاعه الايه السنه دي اللي هي 41، هيطلع لي عدد السنين بالظبط اللي هتقدر تغطي فيها الايه اللي هو راس المال بتاعك. دي بسميها يا شباب بريك ايفن بوينت. تمام. طيب في عندنا بقى ثلاثة approaches بقدر ان انا اعمل evaluation للبروجكت وورث بتاعي، اللي هو اقدر اقول ان اللي المشروع بتاعي دوت هيكسب ولا مش هيكسب. اول approach عندي اللي هو return on the investment. خلي بالنا ان انا ممكن اطبق two approach وممكن اطبق approach وممكن اطبق الثلاثة على حسب بقى القرار اللي هم هياخدوه. الريتيرن اون ذا انفستمنت بالعربي اللي هو عائد الاستثمار، ده عباره عن ايه، ان انت بتطرح التوتال بينيفيتس تمام من التوتال كوست بتاعتك على التوتال كوست عندي. يعني نيجي هنا كده التوتال بينيفيتس بتاعت اهي تمام، هجمع اللي هو الصف بتاعها كلها اللي هي 152 والتوتال كوست، هجمع اللي هي التكلفه بتاعتي كلها اللي هي 138 على التوتال كوست بتاعت اللي هي 138، ده هيديني ايه الريتيرن اون ذا انفستمنت. ده ابروتش تمام بقدر فيه احدد اللي هي الورث بتاعه البروجكت، ان هو هل هيستحق ان انا هيوفر مكسب ولا مش هيوفر. تمام. في بعض الشركات بتعتمد عليه، في بعض الشركات مش بتعتمد عليه بس، ممكن بتعتمد على ابروتش تاني. يبقى ده اول ابروتش عندنا اللي هو الريتيرن اون ذا انفستمنت، التكلفه الكليه الربح الكلي قد ايه خلال العدد السنين اللي انت حددتها، ناقص التكلفة الكلية قد ايه خلال عدد السنين اللي انا حددتها على التكلفة الكلية خلال عدد السنين اللي انا حددتها. ده بيطلع لي ايه الريتيرن اون ذا انفستمنت، عائد اللي هو الايه اللي هو الاستثمار. تمام. طبعا كل ما تطلع الاشارة بالموجة بيبقى معناها ان انا الارباح بتاعتي مغطية الايه التكلفة بتاعتي. تمام. لو كانت سالبة يبقى معناها ان انا لا المشروع ده وان هيخسر. ده اول ابروتش ممكن الشركة ممكن ان هي احدده في اللي هي الفيزابيليتي ستادي اشتغل عليه بس. طيب هل في ابروتش تاني؟
الابروتش التاني اللي هو الديسكونكتد كاش فلو تكنيك. ايه قصه بقى الديسكونكتد دي؟ الديسكونكتد دي بيعمل ايه بقى؟ بيشوف البريزنت فاليو اللي هي القيمه الحاليه بتاعه كل الكاش فلو بتاعي. يعني ايه برضو يا دكتوره بقى؟ يعني انا بشوف ال 45 دي، يعني انا هكسب 45، ال 45 دي السنه الجايه قيمتها قد ايه حاليا؟ 50. خلال بعد سنتين طيب قيمتها قد ايه حاليا؟ دي بسميها البريزنت فاليو. يبقى اذا في الديسكونكتد كاش فلو تكنيك بيحسب ايه بقى؟ البريزنت فاليو لكل الكاش فلو بتاعك. يعني ايه؟ يعني معناها ان هو بيشوف كل كاش فلو قيمته الحاليه في الوقت حاليا هتبقى قيمتها قد ايه. يعني زي ما اقول لك ايه، انا هكسب بعد سنتين 10,000، طب قيمته الحاليه هتبقى قد ايه المفروض يعني؟ تمام. فهتلاحظ ايه، هو لها قانون بيقول لك ايه، البريزنت فاليو بتساوي القيمه اللي هي مثلا اللي انا بحددها اللي انا بحسبها على 1 زائد الريت اوف ريتيرن. الريت اوف ريتيرن اللي هو معدل العائد ده بي بي بتاع ده بفرضه، يعني ده بيعتبر ايه اللي هو اسيوم بفرضه. اقول مثلا 10% مثلا، اقول انا بقول ان معدل اللي هو العائد بتاعي 11%، معدل العائد بتاعي 13%، وبالتالي ان انا بحدد اللي هو ايه اللي هو الريت اوف ريتيرن. تمام. طيب بص بقى بيحسبها ازاي بقى. لو احنا خدنا اول قيمه مثلا اللي هي بتحسب للتوتال بينيفيتس وبحسب للتوتال كوست شباب، لو خدنا مثلا 45، لو طبقنا كده على القانون اللي احنا عاملينه 45، ها اعملها ازاي لو انا عاوز احسب البريزنت فاليو بتاعتي؟ لو انا قلت لك الريت اوف ريتيرن عباره عن 10%، اول حاجه القيمه بتاعتي كام دلوقتي؟ بعد سنه هكسب قد ايه؟ 45 مش كده؟ يبقى 45 على 1 زائد، تمام، 1 زائد الريت اوف ريتيرن عندي كام؟ قلنا 10%، يعني 1/10 الكل اس ان اللي هي عدد السنين. تمام. يبقى اذا كاش فلو اللي هو اللي هي 45 على 1 زائد اللي هي 10% اللي هي 1/10، وبعد سنه هتطلع لي القيمه. لو حد معاه آلة حاسبه يحسب. طلعت صح ولا لا؟ طلعت صح. تمام. تمام. كل قيمه من دول هتعمل بقى كده. تمام. يبقى اذا تاني البريزنت اللي هو الديسكونكتد كاش فلو تكنيك معناه ايه؟ معناه ان هو بيشوف البريزنت فاليو لكل القيم بتاعه الايه، بتاعه الكاش فلو بتاعك سواء بينيفيتس او ايه او كوست. وبعد كده بيحسب بقى على اللي انت البريزنت فاليو بتاعت كلهم، بيعمل بقى اللي هي التوتال بتاعتي وبحسب الكوست بتاعتي وبعد كده اطرحها من بعض. فدي بسميها طالما بتاع دون benefits total benefits ناقص total cost، بس اللي بيطلع لي ايه الصافي. عشان كده كلمة net معناها الصافي اللي هي net present value. النت present value اللي هو الديفرنس ما بين total present value للbenefits والtotal present value للcost. اطرح الاتنين من بعض واطلع الايه اللي هي القيمة اللي ايه اللي هتطلع. تمام. الابروتش التاني مفهوم؟ وحضرتك بس يا دكتور جبت الواحد من 10 او 10% في ال، ما انا قلت assumed بيتفرض. يعني انا بفرضه من عندي؟ ايوه. يعني لو فرضا مثلا جاء، لو يعني هو بيفرض اللي هو الشخص ده، بفرض ان معدل العائد عنده هيبقى 10%، انا متوقع يعني.
تمام، متوقع ان المعدل العائد بتاعي اللي هيبقى 10%، هيبقى 15%، ده assumed انا بفرضه. تمام تمام حد عنده اي سؤال تاني؟ بعد ما بحسب بقى بجيب البريزنت فاليو لكل قيمه عندي، كل القيم عندي من خلال الثلاث سنين، تمام، اطرح التوتال بنفيتس ناقص التوتال كوستس هيديني الايه اللي هي النت بريزنت فاليو عندي. تمام، ده اللي هو الايه اللي هو الابروتش اللي هي الابروتش الايه الثاني. يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجه عندي ان انا بحدد اللي هي الايه اللي هو التكاليف بتاعتي، وبعد كده بعمل ايفالويشن من خلال ايه، لا اما احسب اللي هو الريتيرن اون ذا انفستمنت اللي هو معدل العائد الاستثمار، تمام، او ان انا احسب عن اللي هو ديسكونكتد بريزنت فاليو عندي. هو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك عشان احسب اللي هو الايكونوميك فيزابيليتي كلها بيقول لك عباره عن اربع خطوات. الخطوه الاولانيه اللي هو ايدنتيفاي الكوستس اند البينيفيتس، يعني احدد ايه التكاليف بتاعتي وايه الارباح بتاعتي، احدد ايه التكاليف بتاعتي وايه الارباح بتاعتي. تمام، هو هنا حتى كده بقى اهو ايه الكوستس بتاعتي، تمام، وايه البينيفيتس بتاعتي. هو هنا بيقول لك انا عندي الكوستس بتاعتي عباره عن نوعين، وعندك البينيفيتس بتاعتي ممكن تكون نوعين. الكوستس بتاعتي اللي هي نوعين، النوع الاولاني ديفلوبمنت، يعني انا وانا لسه ببني النظام ايه التكاليف بتاعتي والنظام وهو شغال هتبقى تكلفتي قد ايه، اللي هي الاوبريشن. فهو حتى قال لك ايه الديفلوبمنت كوستس عباره عن ايه، الديفلوبمنت تيم سالاريز اللي هي مش احنا قلنا ان في بروجكت تيم هيشتغل، تمام، طيب مرتباتهم هتبقى قد ايه، انا لسه شغال. قال لك مثلا اللي هو الديفلوبمنت تريننج، ادرب الناس على ان هم يعملوا ديفلوبمنت للمشروع، يعني انا عندي تكنولوجيا جديده، تمام، بحاول ادرب الناس يشتغلوا عليها فبعمل ديفلوبمنت تريننج. الهاردوير والسوفت وير اللي احنا شغالين عليه عشان ابني النظام بتاعي انا لسه بعمل ديفلوبمنت، تمام. اوبريشنال بقى اللي هو النظام شغال. طب شغال يبقى معناها ان انت ممكن تعمل هاردوير ريبير، اصلح الهاردويرز بتاعتي مثلا عشان تشتغل على النظام الجديد. سوفت وير ابجريد، اعمل ابجريدنج للسوفت وير بتاعي عشان يتوافق مع التكنولوجيا الجديده مثلا. سوفت وير لايسنس، اشتري بتاع دون لايسنس جديده لسوفت وير جديد مثلا عشان التكنولوجيا الجديده تتوافق معاه مثلا، تمام. كوميونيكيشن تشينجز، كوميونيكيشن تشينجز اللي هو عمليه الانتقال، ان انا اخلي اليوزرز ان هم ينتقلوا من الاولد للنيو سيستم بتاعي. اليوزر تريننج، ادرب بقى الموظفين اللي هم بيشتغلوا اصلا بيشتغلوا ادربهم على التكنولوجيا الجديده اللي عندي، تمام. فهو هنا بيقول لك القصص بتاعتك خلي بالك ان هي نوعين، وانا بعمل ديفلوبمنت للمشروع بتاعي او للسيستم بتاعي لسه، او وهو شغال فعليا القصص بتاعتي هتبقى قد ايه. طيب نيجي في البينيفيتس، عندي نوعين تنجبل وانتنجبل. تنجبل زي ما اتفقنا، تنجبل معناه ايه؟ ملموسة. يعني ايه ملموسة؟ يعني اقدر احسبها، تمام. انتنجبل يعني معناها مش ملموسة، يعني صعب قوي ان انا احسبها. فهو قال لك حتى تنجبل بينيفيتس انكريز ذا سيلز، زي ما اقول لك مثلا هيزود المبيعات مثلا 3%، 3% دي يعني هقدر احسبها، هقول المبيعات بتاعتي حاليا قد ايه وهزودها 3% يبقى قيمتها تبقى كذا، تمام. قال لك مثلا ريدكشن ان ذا ستاف، هقلل في العماله بتاعتي، بدل ما مثلا عندي 100 هخليها 50 مثلا، يبقى ده هقدر ان انا احسبها. ريدكشن ان ذا انفنتوري، هقلل في المخزون بتاعي، بدل ما كميه المخزون عندي كبيره لا هيبقى في استهلاك على طول عليها وبالتالي هقلل الانفنتوري بتاعي بقد ايه مثلا. Reduction in the IT costs، هقلل في التكلفة بتاعت الـ IT بقد إيه؟ بمية، بميتين، بتلتمية، حاجة هقدر أحسبها، تمام؟ طيب نيجي هنا في اللي هو مثلاً الـ intangible، زي مثلاً بقول لك increase the market share، زي ما أقول لك هزود المشاركة اللي هو التسويقية بتاعتي،
زي مثلا بيقول لك ايه higher quality product، احسن من المنتج بتاعي، تمام؟ وبالتأكيد بحسن من المنتج بتاعي، هحسن من المنتج، يبقى معناه حتى اسمع الكلمة دي كتير يقول لك ايه لا لا لا، مثلا مثلا على سبيل المثال اقول لك مثلا لا لا، تجيبنا دي مثلا اصبحت لا جودتها بقت كويسة، مثلا الشركة دي المنتج بتاعها لا حسنوا في حسنوا في المنتج، لا اصبح لا المنتج ده دلوقتي بقى كويس، تمام؟ الخدمة، حسنني في خدمة العملاء، كل ما كان خدمة العملاء كويسة مثلا هيقول لك كل ما كان اللي هي الفلوس ايه احسن. حتى هتلاحظ مثلا انت لو عندك مشكلة مثلا في النت واتصلت مثلا برقم خدمة العملاء دلوقتي، حتى بيقول لك ايه بيعملوا لك تقييم، يعني بيعملوا لك زي مكالمة بعدها ان انت تقيم ايه اللي هي خدمة العملاء بتاعتك، هل انت هتقدر ان انت تشجع الناس ان هم يستخدموا الشركة بتاعتهم ولا لا. وبالتالي ده بقى ايه، ده معناه ان انت بتحسن في خدمة العملاء بتاعتك، تمام؟ لكل ما كان التقييم عالي وكده، كل ما كانت خدمة العملاء بتاعتك كويس، كل لو كان التقييم بتاعك قليل كل ما كانت لا خدمة العملاء بتاعتك لا مش كويس، تمام؟ فده اللي هو الايه التنجبل، زي ما اتفقنا حاجة هقدر احسبها، هقدر احسبها intangible يعني حاجة ملموسة مش هقدر ايه احسبها، بس هتوفر لي فلوس بالنسبة لي، بس مش قادرة اقول بالظبط قد ايه، تمام؟ يبقى الكورسز بتاعتي نوعين، development و operational. development معناها ان انا وانا ببني النظام تكلفة هتبقى قد ايه، تمام؟ وانا لسه ببني النظام. الاوبريشنال معناها النظام شغال، شغال ايه التكلفة بتاعتي هتبقى قد ايه، هحدد الكورسز بتاعتي قد ايه واحدد البينيفيتس بتاعتي قد ايه. طب تمام، بعد كده هتعملي بيهم ايه؟ هديهم قيم. اهو قال لك خلال ايه، خلال عدد السنين اللي انت حددتها، يعني انا هنا خلال 1 2 3 خلال ال4 سنين، انا خلال اللي هو ال4 سنين الجايين بحسب القيمه بتاعتي. قال لك اهو بينيفيتس، وحدد لي البينيفيتس بتاعتي وكل واحده ادها قيمه. انا ده كله افتراض يا شباب، تمام؟ انا بفترض ان المبيعات بتاعتي هتزيد لحد 500 ألف، هتزيد في السنة اللي بعدها بتاع ده 30 ألف، هتزيد في السنة اللي بعدها مش 530، قصدي في السنة اللي بعدها 561، وهكذا، تمام؟ هتزيد في السنة اللي بعدها مثلا 561 وهكذا. نيجي مثلا في الديفلوبمنت كورسز، انا محتاجة 2 سيرفرز، تمام؟ اشمعنى هنا صفار؟ اشمعنى هنا صفار يا شباب؟ حد يقول لي. حاجات تستعمل في اول سنه بس، يعني ديفلوبمنت في اول سنه بس. بالظبط، انا اول سنه، انا النظام لحد ما ابنيه انستولد، وبالتالي في اول سنه بس، فعشان كده خلاص انا اول سنه اللي هي الديفلوبمنت لحد ما ابني النظام بتاعي، عشان كده في السنين اللي بعد كده مفيش تكلفه، تمام؟ طيب في الاوبريشنال ملاحظين هنا مفيش، والبعد كده فيه ليه؟ هو هنا مفيش ليه؟ انا لسه النظام بيتبني، يعني لسه بيلد، مش كده؟ يبقى لسه ما اشتغلش. هو بيقول لك بقى خلال هنا هيشتغل فعليا، هو بيقول لك هنا اهو خلال السنة الأولانية هتكلف كذا، السنة الثانية كذا، والسنة الثالثة كذا، سواء كان بقى ريبير مثلا، أبجريد للسوفت ويرز، للهارد ويرز، ريبيرنج للهارد ويرز، وهكذا بقى، تريننج لليوزرز، وهكذا. بعد كده بحسب اللي هي التوتال كوست، بعد كده زي ما اتفقنا هعمل اللي هو التوتال بينيفيتس بتاعتي لكل السنين، تمام؟ والتوتال كوستس بتاعتي. بعد كده بحسب الايه الكوميوليتيف اللي هو التراكمي، الكاش فلو، انا امتى هقدر اغطي راس المال بتاعي واجيب اللي هي البريك ايفن بوينت بتاعتي، تمام؟ هو هنا مستخدم ابروتش اللي هما تو ابروتشز، ان هو جاب البريك ايفن بوينت ان حسب ان انا خلال السنه كذا هقدر اغطي الانفستمنت بتاعي اللي هو راس المال بتاعي،
واستخدم برضو ابروتش تاني اللي هو الريتيرن اون ذا انفستمنت، اللي هو معدل اللي هو او العائد الاستثمار، اللي هو زي ما قلنا اللي هي عباره عن التوتال كوست، التوتال بينيفيتس ناقص التوتال كوست على التوتال ايه كوست، وبعد كده ايه حسبها وايه، وده اللي هو الفيزابيلتي اناليسيس بتاعته. هو عاملها كده في بعض ال، ده مثال تاني ان هو استخدم ايه بقى، بصوا استخدم البريزنت فاليو، ده ابروتش تاني عمله ان هو استخدم، هي نفس المثال بس هو استخدم ابروتش تاني اللي هو ايه، اللي هو البريزنت فاليو للتوتال كوست. زي ما قلنا هيعمل ايه، هيحسب البريزنت فاليو لكل الكوستس بتاعتي وكل الايه وكل الاستثمار بتاعي البينيفيتس بتاعتي، وبعد كده يطرح اللي هو التوتال بريزنت فاليو ليه البينيفيتس ناقص التوتال بريزنت فاليو للكوستس، تمام، ويشوف اللي هو الايه القيمه بتاعتي قد ايه، تمام، وبعد كده ده يعتبر اللي هو الايه الفيزابيلتي اناليسيس اللي هو الايكونوميك فيزابيلتي بتاعتي. طيب ها حد عنده اي سؤال كده في الايكونوميك؟ يبقى اول حاجه بحدد التكاليف بتاعتي، بحدد ايه التكاليف بتاعتي، في نوعين من التكاليف، ديفلوبمنت اللي هو مراحل اللي هي تكليف مراحل تطوير النظام نفسه لحد ما بنيه، اوبريشنال معناها ان التكليف اللي هو الشغل بقى اللي هو النظام شغال فعليا، التكلفة بتاعتي. البينيفيتس بتاعتي بحدد البينيفيتس بتاعتي في نوعين، تنجبل وانتنجبل. تنجبل يعني معناها ان انت تقدر تحسبها تعطيها قيمة، يعني انتنجبل ممكن اللي هي عبارة عن بينيفيتس لا صعب قوي ان انا احسبها، فبحدد اللي هي ايه التقدير بتاعي، تمام. بعد كده الخطوه اللي بعد كده بدي كل قيمه للكوستس بتاعتي، تمام. الخطوه اللي بعد كده بعمل لها ايفالويشن. ايفالويشن دون بحاجتين، بابروتشز، الابروتش اللي في عندنا اللي هو الريتيرن اون ذا انفستمنت، تمام، زي ما قلنا توتال بينيفيتس ناقص توتال كوست على التوتال كوست، وبحسب ليها البريك even point اللي هي عبارة عن عدد السنين اللي قدرت الشركة تغطي رأس المال بتاعها، أو الابروتش اللي هو اللي بعد كده اللي هو disconnected net present value، إن أنا بحسب present value لكل الكاش فلو بتاعي. يعني إيه؟ يعني معناها إن أنا بقول القيمة الحالية لكل الكاش فلو في الوقت الحالي دلوقتي قد إيه، تمام. وبعد كده بحسب النت بريزنت فاليو بتاعتي اللي هو توتال نت بريزنت فاليو كلهم ناقص للبينيفيتس ناقص اللي هي التوتال نت بريزنت فاليو للايه للكوست بتاعتي، واحسب اللي هي القيمه بتاعتي، تمام. هل في حد عنده اي سؤال كده في الايكونوميك؟ ننتقل بقى للنوع الاخير اللي هو الاورجانيزيشن. زي ما اتفقنا انا بنيت النظام، انا بنيته، تمام، هل هقدر ان انا اشغله؟ هل اليوزرز هيوافقوا عليه ولا لا؟ فعشان كده قال لك ايه، organizational visibility of the system is how will the system ultimately will be accepted by its users، هل هيتقبل من اليوزرز ولا لا، تمام، وهقدر ان انا incorporating into the going ongoing operations of the organization، وهقدر ان انا اشغله في المنظمه بتاعتي ولا لا. انا بنيته وخلاص وانتهيت منه، اليوزرز هيقبلوه بقى ولا لا، هقدر اشغله في الاورجانيزيشن بتاعتي ولا لا، تمام. طيب في بيقول لك في مجموعه من الفاكتورز اللي ممكن تاثر عندي في اللي هو في الاورجانيزيشنال فاكتورز. اول حاجه عندنا اللي هو قال لك ايه، قال لك اللي هو زي ما اتفقنا if we build it بيقول لك will they come، يعني هقدر ان انا بتاع دون استخدمه عندي ولا لا. ايه هي بقى الفاكتورز اللي ممكن تاثر لي عندي في الاورجانيزيشنال بقى؟ اول حاجه ممكن ان انا احدد فيها اللي هو الاورجانيزيشنال فيزابيلتي، بيقول لك ايه how will the goals of the project align with the business objectives and organizational strategy. يعني مدى توافق، how will يعني مدى توافق الاهداف بتاعه المشروع مع الاهداف بتاعه الاورجنايزيشن والاستراتيجيات بتاعتها، هل دون متوافق مع الشغل الفعلي بتاع الاورجنايزيشن ولا لا. ممكن النظام بتاعك حلو جدا وكويس جدا بس مش متوافق مع الشغل الفعلي اللي انا عاملاه، تمام. طيب
ايه المعيار التاني اللي وانت عشان تقدر بقى الاورجنايزيشنال فيزابيليتي اللي هو كونداكت الستيك هولدر اناليسيس؟ يعني ايه؟ يعني معناها ان انت بتشوف راي كل الناس اللي هم عندهم مصلحه في استخدام المشروع ده. يعني ايه بقى؟ احنا زي ما اتفقنا ان انا الستيك هولدر بيقول لك عباره عن ايه، البيرسون او الجروب او الاورجنايزيشن ذات كان افكت ذا نيو سيستم، اللي هي بتتاثر بالنظام الجديد ده. زي مين؟ قال لك زي اللي هو البروجكت شامبيون. بروجكت شامبيون اللي هم ايه؟ اللي هو هاي ليفل اكزيكيوتيف، اللي هم الناس بقى اللي فوق، اللي هم مسؤولي التنفيذي رفيع المستوى. هل هم بتاع دون هيوافقوا على المشروع دون ولا مش هيوافقوا؟ السيستم يوزرز، اليوزرز الموظفين الامبلويز اللي هم بتوع الاورجانيزيشن نفسها، هل هيوافقوا على النظام الجديد دون ولا مش هيوافقوا؟ organizational management الإدارة نفسها، هل هيوافقوا على المشروع الجديد دون لو أنا بنيته ولا لا؟ أو إن أي حد تاني بقى ممكن يتأثر، زي السبلايرز، زي الكاستمرز، هل هيوافقوا برضه على النظام الجديد ده ولا لا؟ تمام؟ فهو هنا organizational معناها إن أنت لو أنت بنيت نظام، هل هتوافق عليها وهيشتغل في الorganization ولا لا؟ تمام؟ حقيقة أحققها ولا لا؟ من خلال حاجتي أشوف هل الأهداف بتاعة المشروع متوافقة مع الشغل بتاع الorganization والاستراتيجي بتاعتها ولا لا؟ الحاجة الثانية أن أنا أشوف بقى الناس اللي هتتأثر بالمشروع، هل هيوافقوا على المشروع دون ولا لا؟ مين الناس دول؟ زي اليوزرز، زي الإدارة العليا اللي هم البروجكت شامبيون، زي الorganizational management الإدارة نفسها بقى بتاعت الديبارتمنتس، أو أي حد بقى ستيك هولدرز تانيين، سبلايرز، كاستمرز، وهكذا، اللي ممكن إيه، اللي هم ممكن يتأثروا بالإيه، بالسيستم الجديد. تمام يا شباب؟ يبقى إذن الـ visibility analysis technical can we build it، يعني هل هقدر أبنيه؟ economic should we build it، يعني هو أنا لازم أبنيه، يعني هل هيوفر لي يعني أرباح يعني ولا هيقلل لي التكلفة؟ organization، طب لو أنا بنيته هل هقدر أشتغل بيه ولا لا في الإيه، في المنظمة بتاعتي؟ ها حد عنده أي سؤال؟ يا شباب حد عنده أي سؤال؟ حد فيهم حاجة؟ أيوة يا دكتور. أيوة دكتور. تمام كده شابتر واحد انتهى. تمام دي واحدة دكتور، هنكتب في سيكشن إن شاء الله ولا؟ بإذن الله، لأن الأسبوع اللي فات أنا حضرت ما كانش فيه حاجة يعني. لا بإذن الله النهار الأسبوع دون هيشتغلوا لكم بقى على الجزء اللي اتشرح الأسبوع اللي فات، الجزء الأولاني من شابتر 1 يعني. طيب تمام خلاص. برضو هندخل في المشكلة